الأهلي يتعادل مع الجونة 1-1 ويعتلي قمة الدوري، نقطتين غاليتين النهاردة خسرهم النادي الأهلي، ولكن بالرغم من ذلك الأهلي في القمة. كابتن ماهر، خسرنا نقطتين ومع ذلك اعتلينا القمة. الشوط الثاني يا أيمن متغير تغير كبير جدا 180 درجة عن الشوط الأول بصراحة يعني، وده بيرجع السبب الأول للتغييرات اللي اتعملت في الشوط الثاني اللي أثرت بشكل كبير جدا على أداء النادي الأهلي. صحيح. رجعنا للمباراة عن طريق فرص متنوعة طبعا وهجمات كلها كانت منظمة، سيطرة كاملة للنادي الأهلي الشوط الثاني بشكل كبير، لكن التوفيق وعدم التوفيق ما كانش في صالح النادي الأهلي عكس المباراة الأولى. يعني المباراة الأولى احنا برضه في سيطرة، لكن في الشوط الأول سبع دقايق في الشوط الثاني قدرنا نفوز. النهارده كانت الأمور أصعب من مباراة سيراميكا في استحواذ جيد جدا للنادي الأهلي في الشوط الثاني. التغييرات أثمرت على زي ما قلت على 11 فرصة، ولا فرصة من الفرص دي قدرنا نستغلها بشكل كبير جدا. نتيجة طبعا التكتل الدفاعي اللي كانت موجودة عليه جونة في الشوط الثاني، لأن الكابتن علاء عبد العال غير شكل وطريقة اللعب في الشوط الثاني. الشوط الأولاني كان فيه نوع من الضغط على النادي الأهلي من الأمام، أكتر من 7-8 لعيبة من الجونة في وسط ملعب النادي الأهلي، محاولات في الشوط الأول لإحراز هدف نجحوا بشكل كبير في ضربة الجزاء. لكن الشوط الثاني رجع علاء لاستراتيجيته الأولانية بقى، وهو الاعتماد على انه يرجع نص ملعبه يتقارب خطوطه الثلاثه في سبيل ما يديش مساحات للنادي الاهلي. النادي الاهلي استغل هذا الكلام في الضغط على الجونه من بدايه الشوط الثاني. عايز اقول لك كمان الطرد يمكن ساعد النادي الاهلي ان الجونه تلعب 10. النادي الاهلي محاولات من خلال التغييرات كلها معظمها في نص الملعب ومعظمها هجوميه، لكن اثمرت على ان المباراه تروح لحاله النتيجه 1-1. صحيح. كابتن شريف، سيطرة كاملة الشوط الثاني بعد تغييرات مستر كولر في وسط الملعب، وده اللي انت طالبت بيه بدري بنشتين وطالبت بيه قبل المباراة بسبب التغييرات الكتير اللي عملها مستر كولر النهاردة. احنا قلنا دي وجهة نظره هو في ان هو يلعب بنص الملعب، ده مش هنتكلم على الفراو، ده لعب بنص ملعب خارج حدود الخدمة يعني. مش قلت لك انا هيحملهم بداية المباراة يعني، دول ممكن يكون ليهم حق الاشتراك في الشوط الثاني مثلا لو في اي شورت او في اي حاجة حصل تقصير من اللعيبة اللي موجودة. ولكن احنا متفقين من المباراة اللي فاتت عشان ما نوقعش في نفس الدروب ده، احنا نبتدي باقوى عناصر عندنا موجودة، اقوى فرديات عندنا موجودة في الفرقة. وعلى سبيل المثال مثلا حسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر مثلا، كويس؟ خاصة الإصابات اللي عندنا في بقية اللاعبين اللي بيلعبوا قدام. حتى لما لعبت بمودست وطاهر وحسين الشحات ماشي اوكي. طب فين التغيير اللي أنت عملته تاني شوط؟ إمام عاشور ليه مش وراهم يعني؟ وقفشة كويس؟ وديانج ليه الناس دي ما كانتش موجودة من أول مباراة؟ أعتقد إن الكرة التانية كلها هتبقى بتاعتك، الضغط على الخصم اعتقد هيكون عندك كذا فرصه، عندك شوتينج، عندك لعيبه شويطه كويس قوي، عندك لعيبه بتلعب اجناح اللي هي في غياب النهارده الجناحات عندك كلها، ما عندكش ولا كره عرضيه. ليه احنا دايما متاخرين؟ ليه انت دايما بترجع للمباراه وتبحث في اخر 20 دقيقه على انك انت يبقى لك وجود؟ اديك قلت واحنا بنتكلم ان الشوط الثاني احنا ما شفناش ولا الجونه، ما شفناش الشناوي خالص يعني. ايه علامه الاستفهام الكبيره اللي احنا بنعملها في نفسنا؟ ليه احنا لا عندنا ماتشات هنستريح بعدها ولا هنوفر لعيبه؟ انت بتوفر للمنتخب ولا بتريح لمين؟ انا مش عارف يعني. عندك لعيبه بسم الله ما شاء الله بنص قوه تكسب اي حد، تعدي على اي فرقه بتلت لعيب بتلت وكده، بكورتين منه في 45 دقيقه، كورتين من كل اللعيبه، كره من الشحات، كره من امام، كره من طاهر، كره من بيرسي تاو، ها دول اسماء كلهم عارفين سكتهم للجول، عارفين لعبتهم ايه، ان هم يجيبوا جول، لعبتهم ان هم يعملوا اسيستات على الجول، لعبتهم ان هم متحركين. وانا ما ينفعش حتى في الظروف اللي انا فيها ده اخرج حسين الشحات. انت بتخرج حسين الشحات كويس،
بتنزل كريم فؤاد وتغير حسين شحات، الراجل بيلعب في الشمال بتنزل واحد الناحيه الثانيه ولا عشان تعمل ايه؟ طب ما تغير مود، ما تغير مود لو انت عايز تلعب ببيرش تاو، فهمتني؟ غيره. وحسين الشحات مع امام عاشور مع طاهر مع بيرش تاو ما دي يعني ده باور. لازم الحكايه مش حكايه انت طلعت صح ولا غلط، ما انا ممكن اغلط، ممكن حساباتي زي ما احنا قلنا كده، زي ما انت قلت لطاهر كده لعادل، هذا لك تجربه وهو اللي هنتكلم بعد الماتش عليها الفكره. هو مش لازم انا ابقى متعنت في فكرتي كمان، يعني انا لازم ابقى عندي رؤيه كبيره جدا لظروف. طب ظروف الماتش يا ايمن، ظروف الماتش ايوه كده، ما وريتكش ان انت عندك نص ملعب رايح خالص، فمن اول الشوط الثاني يكون نص ملعب ده ملكك. ليه بتاخر انا لغايه الدقيقه 60 والدقيقه 70 والدقيقه 65 كامل الدقيقه 58 ليه كل ده يروح مني؟ وبعدين ايه 58 انت بتديني لاعب من اللاعب؟ لا انت عندك كتيبه لعيبه تقدر تخليك ليك السطو وليك الاستحواذ وليك كل حاجه وليك فرص احراز الاهداف. النهارده مودست جاب جول وكان هيجيب جول في الشوط الثاني. ايه يعني الشوط الثاني كان ليه هيجيب جول؟ لان انت اللي ضاغط يا ايمن، انت اللي عامل العرضيات، انت راجل ده في وسط الزحمه دي هتجيله كوره زيه زي اي حد موجود في منطقه الجزاء دي، هتجيله فرصه يقدر يجيبها جول. ف لا احنا النهارده عملنا كده في نفسنا، يعني مفيش حد اجبرنا على اللي احنا فيه ده غير ان هي فكره او هو مسؤول عنها. و عايز اقول لك على حاجه برضو، مفيش فرقه في العالم، تعالى بقى نتكلم طبيعي، ما بتحصلناش الدروبات دي، بس انا شايف الدروب ده احنا بايدينا يعني. فمفيش فرقه في العالم بتكسب كل الماتشات كويس، بس في ماتشات حرام ما نكسبهاش عادي. لا في ماتشات يعني في ايدينا، الملعب كويس على فكره والدنيا حلوه والاجواء كويسه، اجواء جميله جدا، وانت كورتك احسن وانت عندك الاستعدادات وعندك السكواد وعندك كل حاجه. نرجو ان اللي جاي يكون افضل باذن الله. باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن اسامه، اتحسن الاداء في الشوط الثاني عن الشوط الاول، والنادي الاهلي كان الافضل ولكن غابت الاهداف. يعني احنا ضيعنا وقت كتير قوي طبعا الشوط الاولاني و10 دقايق من الشوط الثاني هم ليهم كره واحده بس اللي اتلعبت من الشمال وعدت من شيكودي داخل الستة ياردة، كانت فرصه هدف. لكن انت على الاقل ليك 5 فرص الشوط الثاني محققين، واحده لديانج شاطها حلو جنب القائم، واحده لكريم فؤاد في العارضه، كورتين لمودست منهم الاخيره فرصه هدف مؤكد خبطت في صدر في جسم مدافع الجونه، كره سهله جدا لكوكا جوه الستة ياردة لف وشاطها عالية جدا. يعني ليك فرص وشكل تحسن كتير. احنا كلنا قلنا انه الاهلي مش مسيطر على وسط الملعب تماما الشوط الاولاني، وفي انا واحد من الناس قلت في 8-9 لاعبين خارج الفورمة الشوط الاولاني، خارج الفورمة، وكان لازم يحصل تغيير في نص الملعب، تغيير الديانج وامام عاشور بدل قفشة وندفد. سيطرت بيه على وسط الملعب، سيطرت على وسط الملعب صحيح، وابتدى الجونة يتراجع للتلت الدفاعي بتاعه، وبقى معتمدين بس ان هم يدافعوا، اذا خطفوا كوره خطفوا، ما خطفوش ما عملوش حاجه فيها. اعتقد ان الفكر الغالب على عبد العالي ان هو يطلع بالنتيجه على اقل نقطه، الشوط الثاني بالذات. لكن النادي الاهلي سيطر بعد نزول امام وديانج، الجبهات ابتدت تشتغل احسن، ناحيه الشمال ابتدى يبقى فيها شغل، ثم كريم فؤاد وتاو بدل حسين الشحات وطاهر في الدقيقة 74. وبرضو ما بنعرفش ليه بنتأخر تملي، زي ما كابتن شريف قال تملي نتأخر في انه يعني في ناس واضح انه مش في حالتهم، مش عيب انه اغير بدري شوية. يعني لما نزل كريم فؤاد وتاو وقبليهم كان ديانج وامام ثم كريم الدبيس، عملوا تحول وابتدى كمان فرقة الجونة تتأثر من الضغط، وجالنا في خلال الشوط الثاني حوالي سبع كورنرز. الشوط الاولاني تقريبا واحده ولا ممكن ما جاتش، لكن الشوط الثاني كورنرز كتير من الجناب، تسديد، خلق فرص، سيطره على وسط الملعب اللي كنت مفتقده تماما الشوط الاولاني.
العشر دقايق اللي كريم الدبيس نزلهم اشتغلت الجبهه الشمال. ايوه صحيح. يعني بس كمان التغيير جه اضطراري يعني. أيوة. هو كريم خالد عبد الفتاح وقع وجاله كرام ومش قادر يكمل فنزل كريم الدبيس. يعني كان ممكن لو خالد عبد الفتاح ما جالوش الكرام ده وكمل كان هيفضل لغايه اخر الماتش. كريم الدبيس نزل 10 دقائق. احنا مش بنقول انه يعني انه خالد لعيب مثلا سيء او كده. احنا بس بنقول ان بقى له فتره طويله قوي. وبعدين كمان في الثلث الاخير الجزء الهجومي بتاعنا ما بيبقاش مؤثر قوي في الكرات العرضيه والحاجات دي، خاصه كمان هو بيلعب برجله اليمين. لما نزل كريم الدبيس في اخر 10 دقائق عمل 4-5 كرات عرضيه كان سهل جدا واحده فيهم تيجي جون. فالتغييرات ما فيش شك ان فرقت في شكل الفرقه والسيطره وخلق الفرص، بس بعضها بينزل متاخر كان ممكن تستغلهم قبل كده. على العموم هارد لك النادي الاهلي زي ما قلت اضاع الشوط الاولاني تماما، لكنه اضاع فرصه المكسب الشوط الثاني بعدم استغلال الفرص اللي اتيحت ليه اللي كانت ممكن تديله الثلاث نقاط. لكن هارد لك وكره القدم كده يعني. صحيح. كابتن عادل عارف السؤال؟ نعم عارف السؤال. لا انا هقول الاول هتكلم على خساره النقطتين ومع ذلك يعني اعتنينا قمة الجدول، ولكن انت قلت ان الحكم على الفكره هيبقى بعد نهايه المباراه. ما انا عشان كده بقول لك عارف السؤال. يعني خلينا نتكلم على نتيجه المباراه اول. اولا اول حاجه عايز اقول لك انه الايجابيه اللي النهارده حصلت انك انت اعتليت القمه بالزبط. حتى لو بالتعادل بالظبط، ولكن انت بقيت اول يعني، ودي حاجه كويسه. وناقص لك مباراه، ناقص مباراه للنادي الاهلي مؤجله. بغض النظر احنا دائما بنتكلم على النادي الاهلي مش بالنتائج وبس، كمان انك انت تبعد عن الانديه الاخرى وتروح في حته ابعد، ولكن احنا ما يعني اعتلائك للقمه مبروك، لكن فقدانك انه النقطتين يعني هارد لك، لكن فيها كلام لازم نتكلم فيها. كلمت كابتن ايمن عن الفكره في البدايه وقلت لك ان من حق المدرب هو اللي شايف، هو اللي يعمل استراتيجيته، هو اللي يشتغل. صح. الناتج بتاع الفكره اثبت ان طيب. النتائج الاتيه عندي. كويس. انت كلمت عن الفكره. هي اولا كانت الفكره ايه؟ الفكره ان هو يغير تمن لعيبه في الفرقه علشان يجيب تمن لعيبه زياده عشان يوسع قاعده اللعيبه عنده اكتر، يبقى اكتر من عنده 23 لعيب اساسيين عشان ما تعرفش انت الاساسي من الاحتياطي. حاجه تانية ان يبقى في صراع ما بين، او مش اسمه صراع، يبقى في حته المنافسه بين الاماكن وبعضها. لو كانت الفكره كسبوا اللاعبين دي كانت ممكن، لكن في الوقت الحالي نتيجه الفكره بمنتهى البساطه يعني عايزين نتكلم. احنا عندنا يعني مثلا خالد عبد الفتاح كان بعيد عن الملعب قوي، كريم نيدفيد بعيد عن الملعب قوي، رامي ربيعه بعيد عن الملعب 50-50 يعني بيلعب، مودست بعيد عن الملعب كتير بياخد 5 دقايق 10 دقايق، حسين الشحات 50-50، قفش 50-50، طاهر 50-50، كوكا 50-50. يعني انا لما اجي انجح فكره من نواحي ان انا عايز اغير لعيبه بيقولوا ما تغيرش في الخط الواحد اكتر من 2 لعيبه عشان تبقى فيه تناغم. انت ادى ايه للموضوع ده؟ قد 5 نقاط لازم تعرف ان احنا فقدنا النهارده. اول حاجه فقدت السرعه في الاداء، تاني حاجه فقدت التناغم في الاداء، تالت حاجه فقدت عنصر القوه البدنيه اللي هي بتاعه المباريات، قوه المباريات، رابع حاجه فقدت النواحي الهجوميه من الخلف اللي هو الباكين اللي على الطرف اللي انت بتعتمد عليهم دائما، تمام. وحاجه تانيه فقدت ممارسه اللاعبين في الكور الثابته، القرانل والحاجات، انت جالك اكتر من 10 كورنر 15 كورنر مثلا او 15 كره ثابته، عدم الاستفاده من الكره الثابته. طبعا، لانه انت بتغير العناصر اللي موجوده. فانا في بدايه المباراه قلت لك فكرته وبنشوفها، في نهايه المباراه بقول لك الفكره ما اثمرتش على الناتج اللي هو كان المفروض عايزه. انت عارف عملت له ايه؟ عملت له حاجه اكتر، انه الاساسي اساسي والاحتياط احتياطي. يعني مهما عملت مش هتعرف تقربهم من بعض، لاني انا دلوقتي الاداء بتاع سيراميكا انت كسبت في اخر دقايق
عشان غيرت مجموعه ومش مجموعه كبيره زي دي. الاداء النهارده اتعدلت مع يعني الجونه فرقه انا بتكلم متواضع فنيا يعني مع احترامي ليها تواضع فني، هو الملعب زائد النواحي الدفاعيه هي اللي خلت، وزائد ان النادي الاهلي فقدانه الخمس عناصر اللي اتكلمت عليهم دول هو اللي خلاه ممكن يتعادل معاه. الشوط الثاني احنا ما شفناش الجونه، صحيح النادي الاهلي كان افضل، ولكن التناغم وتضييع وقت الشوط الاولاني هو اللي ادى الى، انت عارف في حاجه مثلا ممكن المدرب بيعملها دايما في كل خط بيغير واحد، يعني مثلا في المدافعين تغير واحد ايوه اتنين بالكتير قوي عشان بنلعب باربعه، في نص الملعب بتغير واحد لو بتلعب باتنين، الحته الهجوميه بتغير واحد، اي فرقه عشان تعمل فيها التناغم ما يروحش التناغم 100% تغير ثلاث لعيبه، عارف لما تغير ثلاث لعيبه بيروح بتبقى 75% من تناغم الفرقه اللي هو الثبات في التشكيل. احنا بنتكلم في فترات تنجح دي، لكن في فترات اخرى ما تنجحش. ليه ما تنجحش في مع النادي الاهلي في الفتره دي؟ لانه النادي الاهلي مش زي السنه اللي فاتت. احنا بنتكلم على انك السنه اللي فاتت عملت العلامه الكامله، والسنه اللي فاتت كان في يعني عايز اقول لك افكار كانت الفرق اقوى من كده، لكن السنه دي لازم نعرف ان في عندنا دفوهات كتير قوي في تمرس اللعيب في الملعب، اللعيبه كتير في الملعب، فيجب انك لازم تثبت. لو ما قدرتش تدور كتير في الفرقه ده في التدريب، او بالمعنى الاصح ما نجحتش في التدوير كتير وتغيير اللاعبين جاء في الملعب كتير، يبقى يجب انك انت تعمل الثبات. الثبات بيديك انسجام في اللعب، بيديك يعني زي ما بنقول يا كابتن ايمن، انت متمر، انت شغال، انت بتلعب، فلما يكون عندك 6-7 لعيبه جوه الملعب بيلعبوا يقدر يشيلوا 3 لعيبه يدخلوا في وسطيهم لسه ما بيلعبوش، لكن انا 8 منهم 7 ما بيلعبوش بصوره اساسيه او ب 50% 3-4 والباقي كله ما بيلعبش، هيبقى في خلل في التكتيك وفي الاداء وفي الجري وفي القوه وفي النفس وفي حاجات كتير قوي، فمبالغ قوي حته الثمانية يعني وبالاخص يعني انا استغربت من حاجه، انا عندي وقت، يعني عندي الماتش القادم ليا بعيد، عندي الراحه، ممكن انا الاعب الاساسي انهي المباراه الاول، وبعدين انت في حته شك، يعني انا بقول لمستر كولر انت السنه دي في شك غير السنه اللي فاتت، انا بتكلم على الجمهور شك، في شك يعني الاداء وحش، خسرنا بطوله، خسرنا الثانيه، الاداء مش هو الاهلي بتاع الخمس بطولات السنه اللي فاتت، يعني يا مستر كولر في بدات يعني حته انه مش اتكلم على التوفيق، لا بدات حته ان الناس بتقول ان ايه السنه دي احنا اوحش من السنه اللي فاتت كتير، فدي هتبقى مع كولر، احنا اشدنا بيه وقلنا عليه عمل موسم جيد في خمس بطولات اللي اخدهم، صح؟ احنا بقى بنتكلم دلوقتي بدا الجمهور يبقى عنده شك منه، فلازم تلعب على السهل قوي، يعني يجب انه لازم يعي انه مش في كل الاحوال باي طريقه ممكن تكسب وباي افراد ممكن تكسب. انا من انصار انك انت طول الوقت لازم يكون عندك عناصر النجاح 100% المتمرسه جوه الملعب، وتبدل حواليها 2-3، واتنين تلاتة انت بتبدلهم ممكن تبدلهم في العناصر الستة، تجيب التلاتة دول وتطلع تلاتة من الستة لما يتمرسوا وتجيب تلاتة تاني، وطول الوقت انك لازم طول الوقت لازم عندك نسبة تهديفك جوه الملعب. النهاردة عندنا نسبة التهديف جوه الملعب قد ايه؟ لو عملتها بالإحصائية، انا بعملها إحصائية، يعني انا عندي مودتس مثلا نسبة تهديفه لو عملتها من 10 في معطيات لعبه هتلاقي 2 او 1 من 10، خلينا واقعيين. عندك مثلا حسين الشحات ما بيهدفش كتير، يعني هو طرف وما بيهدفش كتير. عندك مثلا الناس اللي بدأت المباراة، عندك طاهر محمد طاهر نسبة تهديفه مش كبيرة، يعني انت بالاخص ما عندكش نسب تهديف في الوقت الحالي.
لازم كان جوه الملعب عندك نسب، تحط نسب تهديف الناس اللي تقدر، ده ما جابش جون ده هيجيب جون، لو ما جبناش جون من كروس نجيب جون من شوتينج، يبقى عندك الشوتينج وعندك الكروس، لو ما جبناش جون من الاثنين دول يبقى عندك الكورنر لازم تتعمل بصوره كويسه. وانا مستغرب من حاجه طول الوقت، ليه بخسر الكرانك؟ ليه بخسر المواقف الثابته؟ يعني المواقف الثابته دي في كاس عالم انتهى بكره ثابته، كاس عالم 90 ما هو المانيا كسبت الارجنتين 1-0 ببنالتي، وفي واحسب على كده حاجات كتير قوي. احنا وصلنا مثلا في بطولات كتير قوي بكور ثابته، فانت لازم الكور الثابته دي تبقى عندك قوه، هتعملها لازم يكون طول الوقت وبعدين تتمرن عليها كتير. ولا الوقت ضيق في الوقت اللي احنا فيها يا كابتن ايمن، المباريات انت مضغوط عندك، فالعب بالمضمون وريح الاخر، وبعدين لما يبقى عندك الوقت انزل بناس تانية. ده وجهه نظري. طيب كابتن ماهر، يمكن الكابتن عادل تطرق لنقطة هو كابتن شريف، في ان انت بعد الفتره دي انت عندك فتره كبيره راحات، توقف دولي، في لعيبه راحه المنتخب، في لعيبه هتبقى متواجده معاك هتاخد اصلا راحه، ففي لعيبه اصلا حتى كمان ما بداتش النهارده ما فيش فيها حته الاجهاد لانها مثلا بعيده عن الماتشات او محتاجه ماتشات، زي مثلا كريم الدبيس النهارده، يمكن كابتن اسامه عرابي اتكلم على نقطه كريم الدبيس، احنا ما شعرناش بخطوره من ناحيه الشمال الواجبات الهجوميه بتاعت الظهير الايسر غير لما نزل كريم الدبيس. هي وجهه نظر مستر كوره انه يريح البعض النهارده كانت بناء على ايه؟ يعني هو في فكره ايه كان بالظبط قبل المباراه؟ ما هو يعني انا عشان اخد قرار الراحه فلازم يبقى عندي مشوار قبل كده من كويس. المباريات والاجهاد كويس. والاصابات في ناس مجهده ارتاح في ناس مجهده لكن بس في ناس لا في ناس تقدر ما شاء الله بالزبط. احنا متوسط الاعمار عندنا كمان ما شاء الله، احنا لعبتنا كلها صغيره يعني كويس، فتقدر تلعب مباراتين في الاسبوع وتقدر تلعب ثلاثه في الاسبوع، خصوصا ان في ناس زي ما انت ذكرت يعني انت عندك الدبيسي دلوقتي عايز يلعب، عايز مباريات يعني مش محتاج ان هو يقعد، وفي نفس الوقت احنا جايبين الراجل ده كبديل لعلي معلول، وفي نفس الوقت كمان فرصه ان علي موجود عشان ده يكتسب منه الخبرات بالزبط. والثقه ويقدر يحط رجليه بالزبط. خالد مش هيقدر، خالد عبد الفتاح مش جوكر يعني، في لعبه جواكر تقدر تستغلها، مثلا انا راجل مدافع قلب دفاع لكن ممكن العب باك رايت، ممكن العب باك ليفت، لكن خالد انما مش حاقد دور الهجوم، خالد يقدر يلعب باك رايت، يقدر يلعب مساك، يقدر يلعب باك هدف، لكن باك ليفت ليها مواصفات محتاجه يقدر يلعب او هيطغى عليه الجانب الدفاعي بالظبط. يعني هيبقى في جزئيه 50% مفقوده منه اللي هو جانب الهجوم زي ما الكباتن قالوا الشوط الثاني بالذات، لان خالد احنا ما شفناهوش اي كروسات او اي ربط في الجنب الشمال بينه وبين حسين الشحات، وطول عمرنا يا ايمن ان احنا النادي الاهلي استراتيجيتنا وادائنا بيعتمد على الجمل التكتيكيه، بيعتمد على الاختراقات من الاطراف، بيعتمد على عمق الملعب في الدبل باص في الواحد ضد واحد، بيعتمد على التصويبات خارج ال 18. فعايز اقول لك ان احنا بدايه الموسم يا ايمن قلنا ان احنا اتظلمنا، لان كانت فتره الاعداد بالنسبه لنا كانت 5 ايام في النمسا، كانت 21 يوم راحه للفريق، وانا شايف ان دي كانت كبيره وكانت طويله، كانت محتاجه اقصر من كده، وكانت فتره الاعداد اللي في النمسا تزيد عن 5 ايام عشان دي الفتره الاهم بالنسبه لنا اللي بتحطنا بدنيا وفنيا وتكتيكيا، وبعدين بنرجع من الفتره ديت التدرج بقى في المباريات لحد ما دخلنا البطولتين الافريقيتين اللي احنا ما كانش لينا نصيب فيهم. لكن عايز اقول لك مفيش اجهاد واقع على الفرقه، مفيش اجهاد. فالنهارده الكباتن اجمعوا ان ثبات التشكيل ده اهم شيء في الاستراتيجيه للمدير الفني وللفرقه كمان، لان النهارده الثبات في التشكيل ما كانش هيبقى فيه التدوير الثمانيه دول. بس هو دايما مستر كولر يتكلم في نقطه ودايما بيركز عليها في المؤتمرات الصحفيه، ان مفيش عنده حاجه اسمها لعيب اساسي ولعيب احتياطي كويس، فهو بيركز في النقطه دي قوي، وهو يعني في مباريات كتير عمل اكتر من 3-4 تغييرات والامور مشيت وكسبنا، فرسخت عنده
مبدا بالظبط كده ماشي. فممكن يكون دي وجهه نظر لمستر كولر، وبحيث كمان زي ما قال الكابتن عادل ان هو يكون عنده 20 22 لعيب قريبين، مفيش مشكله ده يغيب ده ينزل ده يقعد، لا عندي بديل. بس هي بتفرق وجهه نظر في الاختيارات. يعني انا مثلا الوضع الطبيعي ان خالد عبد الفتاح مش دي عدلته، ويمكن انا اتكلمت قلت الكلمه الجمله دي قبل المباراه، مش دي عدلته، فهنفتقده في الجانب الهجوم. هو انت ممكن تستخدم خالد عبد الفتاح لو عايزه ناحيه الشمال، هو ممكن يلعب في اي حته ناحيه في مراكز الدفاع، ولكن هو مثلا زي اكرم توفيق هو في الجزء الدفاعي هايل ممتاز، ولكن هتفتقده بنسبه كبيره في النواحي الهجوميه. انا معاك ايمن، لكن انا عايز اقول لك ان احنا اتعودنا، واحنا يمكن اجيال احنا الخمسه اتعودنا على ثبات التشكيل، والعمل ثبات التشكيل ده هم الاجانب، هم اللي وضعوا بالظبط ثبات التشكيل. عندي اساسي وعندي احتياطي بالظبط كده، وثبات التشكيل ده بيديني الجوانب الفنيه والبدنيه والخططيه اللي انا ببني عليها. فالنهارده ثبات التشكيل مش موجود، فالراجل بدا ياخد الجزء الثاني، وهو ان انا العب بقى في المراكز والعب في الخطوط، ويبقى التغيير عندي في كل خط من بين لعيب واثنين وثلاثه، وده بقى كان واضح لي ان بيأثر على شكل واداء الفرقه. ويمكن اكبر دليل كانت سيراميكا المباراه اللي فاتت، ان احنا الخمس تغييرات اللي من بدايه المباراه اثرت علينا. الشوط الثاني لما حصل الخمس تغييرات في اماكنهم، ايوه بالظبط كده، حصل تطوير. انت ممكن تعمل تغييرات بالظبط، بس في الاماكن المناسبه ليهم، بالظبط من الاماكن المناسبه ليهم، والاماكن اللي هتديني ارتياحيه وهتديني مردود جيد. طبعا فالنهارده نفس السيناريو بتاع سيراميكا هو نفس السيناريو بتاع الجونه. احنا برضه كلنا اتفاجئنا ان في 8 تغييرات موجوده على تشكيله النادي الاهلي، والثمان تغييرات اللي نزلوا من بدايه الشوط اثمرت على ان شوط ضعيف، ضيعنا وقت كبير، وضيعنا وقت كتير، وكمان يمكن اتلطينا جول، جبنا جول، مودست جاب جول، لكن بن حج قدر عدل. الشوط الثاني ما حصلش اضافه ليك الا من خلال التغييرات، صح. او ايجابيه الاداء من خلال التغييرات، اللعيبه اللي رجعت مكانها واللعيبه المؤثره واللعيبه اللي تقدر تسيطر على وسط الملعب، بالظبط تقدر تصنع لك الفارق، صح. وكمان خد بالك يا ايمن، احنا يمكن ربنا ستر معانا في مباراه سيراميكا، لكن احنا النهارده اتاخرنا برضك. فانت سيراميكا ربنا وفقك قدرت تجيب جول في الدقيقه 91، وزي ما احنا قلنا في بدايه كلامنا ان احنا كل ما يبقى عندنا وقت ضايع نقدر نجيب جول. النهارده قفلت، ما قدرناش برضك، 7 دقائق وضاعت بعض الفرص من مودستو، وضاعت فرصه من امام، وضاعت فرصه من، لكن مش كل مره ربنا هيوفق فيها. فالنهارده ما قدرناش ان احنا نسيطر على الشوط الثاني، خصوصا ان هم رجعوا وغيروا استراتيجيتهم في الاداء، وفي نفس الوقت بقى عندهم نوع من التشتيت وهم 10 كمان، فبداوا ايه يشتتوا ويحاولوا ان هم يعني يحرموك منك انت تروح ما كانوا بيلعبوا على التعادل في الشوط الثاني. فعايز اقول ان في فرق انك انت بتبدا بتشكيلك الايجابي الثابت من بدايه المباراه، اكسب واحد ربنا وفقني، 2 اكسب 3، بعد كده يحصل بقى التغييرات اللي انت عايز تغيرها. يعني في الاخر يا كابتن شريف، هو كابتن ماهر بياكد على ان النادي الاهلي دخل المباراه متاخر بسبب التغييرات دي، ابتدى المباراه بسبب التشكيل. النادي الاهلي ابتدى المباراه غلط. انت مش عشان تدي رساله لامام عاشور انه يشده وان يكون عند، اسمعني بس، انا عشان يبقى عندي لعيب زي امام عاشور واجيب عليه لعيب والعبه بقاله كتير قوي ما بيلعبش، مش دي الرساله اللي انا هقول فيها امام عاشور ها شد حيلك والكلام ده، انا ما عنديش اساسي وما عنديش احتياطي وما عنديش كويس. عايز تدي رساله لبيرستاو مثلا كويس، فما تحطوش في الفرقه وتحطه بره، بيبقى عندك شواهد في المباراه اللي قبلها كويس، او دوافع او توابع. هو الراجل بيتفرج على كل مباراه ويشوف المردودات اللي هي اللعيبه اللي اداته، في حاجات بتعجبه وفي حاجات ما بتعجبوش. انا من مراقبتي لمستر كولر هو بتاع المباراه اللي قبل كده حصل فيها ايه،
لدرجه انك انت شفت قفشه ستاندنج النهارده اساسي، انت عنده كان عنده مشاكل وحصل كلام معاه ونزل الراجل بكلمه عنه كمان قال لك ايه ده نازل مركز ولازم عامل وراح جايب جول. هم من نوعيه الجهاز الفني من نوعيه بيحبوا الحكايه دي، بيحبوا يدوا رسائل. تديش رسائل على حسابك انت، من احنا دلوقتي في حاله احتراف، طب لو عايز تدي رسائل مودس ده ما يلعبش خالص اصلا، ولا انا غلط يعني؟ لو الحكايه بقى ايه انا هدي رسائل لده وده وده، او بتدي الفرص للعيب مجبر انك انت جايبه وجايبه عشان يبقى له شكل، فبتدي تديله تديله تديله. طب ما انا عندي لعيبه احسن واصغر واقوى، ها من حق الجماهير بتاعتك عليك ان هي تبقى موجوده في الملعب. انا راجل رايح اتفرج على الاهلي عايز اشوف امام عاشور وحسين الشحات وبرستاو وطاهر مثلا ورضا سليم ان شاء الله لما يرجع لي بالسلامه، وكهربا عندك ستارز بيخضوا اي فرقه انت بتلعبها. اما هيلعب عليا بكره سنتر فيرو والكهربا وحسين الشحات وبرستاو، ايه اللي ايه الجميل فيا ان انا وانا بكره هعمل ايه مع الناس دي؟ ايه الشكل اللي انا هبقى رايح الماتش؟ لا ماتش مش سهل بالنسبه لي. انت لما جينا الفاينل سيمي فاينل بتاع ماتش بيراميدز والزمالك، قلت لكم بيراميدز واحنا قاعدين هنا كسبان 1-0 كلكم لا 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 احنا عايزين الزمالك. ليه قلت احنا عايزين الزمالك؟ لانك انت المفروض احسن ببعيد، انك انت المفروض بتخش المباراه دي وانت نفسيا راكب الامور. بيراميدز عندهم شويه لعيبه ممكن يضايقوك، ما عندهمش جماهير تاثر عليهم، ما عندهمش اي حاجه، بيلعبوا فري كلهم، كل واحد معلم في حتته، كسب كسب ما كسبش مش فارقه، انما الزمالك كسب كسب ما كسبش تفرق، هيبقى معاك ديد هيد مع بعض. فانت اللي بتعمل القصص دي، انت اللي عندك تون بتشتغل بيه، وده اللي انا عايز اقوله لك يا عادل، ده تون مش فكره، دي مش فكره. النهارده انا بلعب بنص الملعب بتاعي ندفد وكوكا وقفشه، ده مش فكره، لا دي رسائل انا وانا بتفرج كده، دي رسائل بيبعتها لعيبه تانية. شد حيل، انا ما عنديش لعيب ينزل لي الملعب، وخصوصا اللي هم المستوى الاول، ما عنديش لعيب ينزل لي يا ايمن يديني نص، لا هلاعب عليك واحد تاني، وده الراجل بيشتغل ده حقه بقى. انا النهارده بقول له انت ابتديت المباراه بشكل المفروض تنزل بسكواد اقوى من كده عشان تطمع في المكسب الخامس ليك، وتقف على كده وتشوف اللي جاي ايه، وتبقى تتكلم براحتك وتعمل اللي انت عايزه مع اللعيبه. هو من النوع ده، ما بيحبش حد يبقى عنده امكانيات ما بيديهالوش. خد تغييره النهارده تثبت لك الكلام اللي انا بقوله لك، حسين الشحات. ما هو حسين الشحات مش مفيش انتاج، ما هو مفيش انتاج ليه يا مستر كولر؟ الراوندت السراوندت الكواليتي اوف بلايرز الموجودين ذي ار نوت هيلبنج، ما عندهمش مساعده مع شحات. شحات عايز انياب قدام معاك ومساحات عايز اعطم كده واعمل الاقي بيرسي بيعمل كده وطاهر بيعمل كده، مش هلاقي لسه ناس. طاهر كان متواجد النهارده بص، ولكن كان غايب من وجهه نظري. هقول لك انا حاجه، متواجد ولكن كان غايب، حاضر غايب. التشكيله كلها حملت على حاجات كتير. هتحملني على ايه؟ قلت لك انا قبل الماتش انت حملت الباك ليفت مش مكانه، ها خالد خالد قلت لك انا قبل الماتش، بس انا قلتها قبل الماتش برضه، انا هتحمل كريم نجفت المشكله، ها وهتبقى زياده عليه. كوكا نفس القصه، انت عشان تلعب جنب كوكا لازم على الاقل يبقى في ديانج. كوكا الفري السته اللي هيعمل لك كل حاجه، مش من باص لحسين الشحات عشان جاب جول يبقى كوكا يقدر يلم الدنيا. لا لازم نادي الاهلي قوته بفراودته باسمائه الكبيره بالسكواد الجامد بتاعه اللي بينزل يخض اي حد، وده قلناه الماتش اللي فات، مش كل مره هتسلم الجرح، لازم تحضروا نفسكم تنزلوا بالباور المستوى الاول، وبعدين ايه ان شاء الله تشيلهم بعد 45 دقيقة. بس المكسب الأول، خدت النتيجة. بس أنت كنت بتتكلم على كابتن شريف بتقول
ان هو عايز يعمل منافسه. طب بص انا هتكلم في لا 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 خلاص الموضوع ده كتير والله والله كان الموضوع ده كلمه واقفه خلاص لا انا فاهم رساله عارف كده بيعمل ايه كده بيخلي الناس الاساسيين يرتاحوا اكتر طيب وبيعادوا بينضم لنا الان كابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي الاسبق ومدرب حراس المرمى حاليا لتقييم اداء حراس المرمى. نورنا كابتن. الله يكرمك يا كابتن. يلا نهار لك تاني المباراه على التوالي برضو ارجع واقول مفيش شغف بين اللعيبه ودي بتاعتكم انتوا بقى تكملوا فيها. احنا هنتكلم النهارده على بدايه المباراه خالص. لا ما هو انت ما تقولش الكلمه وتمشي. لا انا هرميها لكم وهسيبكم وتمشي. لا 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 اسمعني بس انا مش بتاعتي. مفيش شغف ليه وانا اصلا لعيب بعيد عن الملعب بقالي فتره. مفيش شغف ليه؟ يعني واحد مثلا زي كريم نبه مثلا. واحد زي خالد عبد الفتاح احنا ممكن نقول التغييره يعني بتدي دفع للعيبه ولكن المراكز لا يعني مثلا خالد عبد الفتاح ما يلعبش ناحيه الشمال لانك هتخسر الجزء الهجومي ممكن لكن انا كخالد عبد الفتاح او انا ككريم نيدفيد انا ما عنديش شغف ليه ده انا عايز العب واحط اسمي في الملعب واثبت نفسي ايه ده انا بعيد عن الماتشات لازم يكون عندي شغف. طيب انا هقول لحضرتك حاجه ساعات انا بتحط في حتت ببقى مظلوم فيها بس بمعنى أيوة. بمعنى انا مظلوم انا مع خالد عبد الفتاح محطوط وسط يعني زي ما قال كابتن مش في عدلتي مش في عدلتي بس اللعيبه المحيطه بيك مش هي اللي تشيلك انا كلاعب جديد على النادي الاهلي او جديد في الملعب ببقى محتاج ان انا عايز حد يشني حد يساعدني كريم نيدفيد بيلعب جنب كوكا وقفشه قفشه ما بيدافعلوش كوكا بيدافع بس كريم نيدفيد مش عارف يطلع بالكوره يعني في حاجات كتير انا عشان كده مش عايز اتدخل فيها انا بص بقول خلينا في حراسه ان انا شايف ان الشغف مش موجود لتاني مباراه على التوالي. طيب خلينا في حراسه المرمى نرجع في الحراسه ماشي. اول نقطه دقيقه واحد او اول كوره في المباراه رجوع الكوره من رامي ربيعه دبل تايم للشناوي وعدم التعامل من الاثنين بذكاء. الاولانيه كانت كره يا ريت نعيدها ونشتغل نشوف على الهواء الكره راجعه من هنا ايوه الباص الاولاني اولا رامي رجع كره تمام الباص الاولاني هنا الشناوي الدنيا فاضيه بتاع 10 يارد وقدامه مساحه يوقف ويباص ويشوف حد جاي لا انا عايز ارجع بس ثواني معلش ابتدي من اول بص هنا لو وقف مين اللي هيروح رامي هناك فاتح ياسر ابراهيم نازل له كوكا جاي له من النص اذا في مثلث يقدر يسلم منه هو خد قرار منظمه هو ايوه هو خد قرار انه يلعب لمسه واحده القرار بتاع اللمسه الواحده ده من غير دراسه الكره راحت للمهاجم بتاعهم قطعنا رجعت لرامي ربيعه بص بقى رامي هيعمل ايه هنا في موقف زي ده انا اسهل لي اخنق الجون بتاعي ولا احطها في الاول طبعا خالد يا احمد الاول خالد رجع كوره لرامي خالد عشان ضاغط على الراجل لما نشوف الكوره خالد يا كابتن غصب عنه ليه خالد الراجل دلوقتي هو هيقطع بس رجع لرامي والمفروض انه بيحطها لرامي عشان رامي يشيل واحد بالظبط كده راح رامي لافف ومديها للشناوي ايوه لان خالد كان ضهره للملعب بالظبط انما رامي هو اللي كان وشه للملعب ولف بقى ظهره للشناوي طب لما لف للشناوي ايه اللي حصل بقى نقطه سلبيه جدا انا عايز ارجع احمد تاني لرامي النقطه السلبيه هنا للشناوي ليه شاط في اتجاه الراجل هقول لك قبل ديت يا احمد اتفضل رامي عنده حاجتين قانون المنطقه دي بيقول لك تحت ضغط لازم اشتت يبقى خالد لما رجعها لي ما فيهاش ريسك بقى انا كنت شلتها واحده وخلصت لكن هو خد الحل الاصعب رامي انه لف وحاول يلعبها للشناوي لعبها له في منطقه صعب مش صعبه يعني مش على الجنب ده او على الجنب ده عشان ضعيفه خطوره وضعيفه لا هو يعني رامي غلطان الخطا الاكبر بس هو ما لعبش في الامان في الاول لا الخطا رامي رامي الاول غلطان اكتر من الشناوي طبعا يعني لو الهدف ده لا قدر الله كان اتحسب كنت انا من وجهه نظري هشيله الرامي لان رامي المفروض يحط بره كابتن راح دماغه ليه طب هقول رامي يبعد الخطوره يا عادل الخطوره الاسهل لرامي انه يحط واحده أيوة. شماله عند حسين الشحات على الطرف هناك ولا ان هو يستلم وبعدين يلف فيخلي الناس تيجي تضغط عليه احمد راح مننا دوري بكره زي انا اخطأ تمام تمام حصل لك خطا والشناوي يعمل ايه تمام بدل ما يشوطها جامد يحطها على الجنب يحطها على الجنب على الجنب بيمين في احيانا انت في عد الموقف حتى لو اتقال عليك يعني كنا بنشوف مثلا سردباكات الكره لما بتبقى بيجي وراه لعيب كبير
وماشيين ورا بعض فبيطلعها بره كده في الاول لحد ما فرقته ترجع. صح. فكان يجب على الشناوي يصلح. لسه هكمل الكلام يا كابتن، لسه هكمل الكلام. انا شايفه في المايه مش زي اللي ايده في النهر بالظبط. ايوه لما بترجع لي بالشكل ده انا اول تفكير ليا بحاول اشتت. لا بس معلش معلش انا هشتت الشناوي من الصغير يا كابتن. دي بتبقى شريف. على حسب قوه الكره جايه لعندك. الشناوي لعيب كبير. اسمح لي اقول لحضرتك حاجه يا كابتن شريف. اولا الكره جايه من الاتجاه ده وانا وشي مواجه للكره، وفي نفس الاتجاه اللي الراجل بيضغط عليا المفروض انا بشيل كده نفس الاتجاه عشان ايمن فاضطر انه يعمل كده. لا طب احط برجلي الشمال في الاول بس. هو ده اللي بقول. تمام. الاسهل للشناوي هو اللي يتخلص من الموضوع ده. بدل ما يحط واحده في جسم الراجل كان عامل كده ببطن رجله اليمين عند الباك رايت ورايح دماغ عند محمد هاني. حتى لو حد ضغط على محمد هاني بقى يبقى محمد هاني بقى ساعتها يتصرف، انما اخلص من زي ما بيقولوا القنبله اللي موجوده قدام ده. رقم واحد. فانا شايف ان التعامل من رامي كان خاطئ وبعدين يتبعه الشناوي. يعني خطا مركب يا احمد. خطا. نعم خطا. طبعًا مركب طبعا. صح؟ خطا مركب من بدايه خالد لرامي للشناوي. بس برضو المحور بالنسبه لي انا شايف انه رامي. دي وجهه نظري برضو. انتوا بقى حيلوا اكتر مني في الحته دي. ادي رقم واحد. رقم اثنين، في الدقيقه 12 ضرب التماس او رمي التماس زي ما بيقولوا جت علينا بهدف. رمي التماس جت علينا بهدف، ده دليل ان مفيش تمركز صحيح، مفيش حد ماسك حد. الراجل طلع لعبها بصدره للحاج، الحاج شاطها مره واحده في الزاويه الضيقه. لولا تواجد الشناوي في المكان ده كان هيبقى هدف محقق. وهنا عايز اشيد بتمركز الشناوي والاوت بيتلعب، والاوت بيتلعب الشناوي قريب من العرضه الاولانيه. مظبوط. فلما الكره اتعملت بالعرض بس يعني المفروض تيجي على الهواء عشان نبقى شايفينها ونحلل الكلام يبقى قدام الناس. ايوه تمام. بص بقى هنا واقف قدام العرض. تمام. لا خلينا مع الشناوي ثانيه واحده. الشناوي لو مش في المكان ده واقف في نص الجون الكره دي جول. كانت الكره دخلت. مظبوط. الكره دي جول. انما هو عشان واقف عند العرضه القريبه لو الكره اتلعبت طويله يطلع ياخدها. خلت الراجل لما ارنو لما لمس لبالحاج بالحاج وحط واحده بقت في اتجاه الشناوي، مع ان الزاويه اللي هناك مفتوحه بس هو الدنيا كلها مقفوله انه لازم يلعب في الضيقه. عشان كده تصرف هايل من الشناوي وتوقع مميز منه. برضك يا احمد رامي. نعم. البلوك رامي. الراجل سند على صدره ولقى فرصه يشوت. هنا مبادئ الدفاع لرامي برضك بتقول لك انك انت الراجل لازم انا مبادئ الدفاع كابتن. الراجل اللي بيستلم بصدره ده لازم يطلع حد معاه. طبعا. بالظبط كده. قبل رامي حتى. وبعدين بعد ما وصل يعني قبل ما كان معايا لازم كوكا كان اتصرف فيه برضه مع رامي يا كابتن. نيجي للكره دي لطاهر محمد طاهر في الدقيقه 27 تحديدا. الكره عملها كروس. هنا في نقطه سلبيه جدا عند هجوم النادي الاهلي. مودست اي راس حربه في الدنيا اي حاجه اول حاجه بيعملها لما الراجل بيعمل كروس لازم يقطع على الاول. هخطف. بالظبط. واللي ورايا هو اللي ياخد الثانيه. بالظبط. هنا طبعا الكروس ده طبيعي جدا انه يتحسب جون لان مسعود اتحرك فيه غلط، واقف غلط، التحرك بتاعه لورا استنى لما الراجل عدت الكره جابها من تحت. حتى توجيهه للكره هنا كان لازم يكون في واحد مواجه من فرقتنا على القوس عشان ياخد الكره دي ويحطها ويشوطها. فانا شايف ان التعامل بتاع مسعود كان سيء جدا في الكره، ولكن احنا اللي ما استغلناش الموقف بعدم وجود واحد مننا على خط ال 18 مكمل من خط النص، وفي نفس الوقت بعدم قطع مودست على العرضه الاولانيه. في الدقيقه ده الهدف. الهدف هنا هتكلم في حاجتين. مودست وهو بيستلم بص كان فين ورجع فين تاني. معلش. والكره بتتعمل عاليه. عايزين نرجع تاني. والكره بتتعمل عاليه من طاهر. بص مسعود كان واقف في مكان 10 على 10 20 على 10 لما الراجل مودست رقص احمد عبد الرسول. مسعود عمل نقطه سلبيه جدا انه رجع لورا والحمد لله طبعا ووسع الجون لمودست. نقف هنا ثواني بس قبل الهوا كابتن ايمن انا قلت لحضرتك ان مسعود عنده فرط حركه وفرط توقع. صح؟ صحيح. تمام. هنا عشان هو متوقع عمل ايه؟ قعد يتنطط يتنطط يتنطط. اول ما مودست تهوش راح طالع بره اللعب وطلع فوق. لما مودست حط بجنبه كرة سهله جدا بالنسبه لاي حارس مرمى لو واقف على رجليها كابتن عادل كان طلع بكل سهوله. انما عشان هو عنده فرط حركه وفرط توقع فتحس انه عمال يتنطط عايز عارف انه هيلعبها هنا فمستني انه ياخدها هنا. بس عشان مودست تهوش التهويشه دي الثانيه دي التهويشه دي هي اللي طلعت مسعود بره اللعب وخلته مش عارف يتعامل مع الكوره. ولكن الحمد لله نتمنى انه يحصل دايما كده. ده الهدف بتاعنا. طبعا ضربه الجزاء اللي دخلت في الشناوي اعتقد انه ملوش اي يعني هو كان بس استنى سنه صغيره ولكن هو كان محدد انه يترمي ناحيه الشمال وما حصلش نصيبه وما راحش مع الكوره.
للاسف بقى من الدقيقه 47 الشوط الاولاني للدقيقه 97 ستوب معلش معلش مفيش كوره مؤثره على الحارس الناوي مظبوط وده انت بتتكلم في 50 دقيقه من الدقيقه 47 للدقيقه 97 ثواني بس معايا خليك معايا ثانيه واحده فدي مشكله سلبيه جدا عندنا ان احنا ما اختبرناش الراجل يمكن كورتين واحده جت في العارضه وواحده امام حطها فوق العارضه ودي طبعا حاجه سلبيه علينا ارجع هنا بقى من اول ما كوكا رفع الاوفر معلش ارجع لي هنا بص تمام مسعود عشان كان واقف تحت لا ارجع سنه صغيره معلش معايا 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 والكره بتطلع من رجل كوكا تاني 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 في نقطتين ثواني نقطتين النقطه الاولانيه خط دفاعه داخل جوه ال 18 ده كريم باين كريم الدبيس ده مش كده ماشي كريم ماشي كريم خط دفاعه واقف جوه ال 18 ودي لازم بلسانه يخلي الخط يطلع بره ال 18 علشان يبقى عنده مساحه ده اسمه تنظيم عشان عنده مساحه كمان بالظبط عشان يقدر هو يبقى موجود لما خط دفاعه يبقى عند ال 18 لازم هو يبقى واقف في الحته دي عند 4 يارد او 5 يارد عشان يعرف يتعامل مع الكوره بص بقى عشان تمركزه كان بعيد بص هياخد قد ايه وبعدين هيقتنع انه مش هيوصل للكوره فهيطلع غلط انا كان نفسي بيرسي تاو يحطها واحده في البعيد أيوة. على طول من فوق الراجل كانت هتبقى اسهل بص وجود ياسر قدامه هو السبب الرئيسي في ان بيرسي تاو لعبها بالشكل ده يا كابتن ده بيرسي تاو يعني معلش بس بص هو حتى دلوقتي بص هات الصوره الثانيه هتلاقي بالظبط كده انا كفورورد يعني احساسي كده بص ماشي هو كان متوقع ان ياسر يلعب وبعدين بالظبط برافو عليك ماشي أي. بس برضه يا كابتن يعني لازم انا كسترايكر لازم اتوقع الحاجات أيوة دي ايوه هي واحده طبعًا في المكان ده طبعا هي واحده بس ايوه هي واحده في المكان ده يعني الراجل احنا مستنيين له غلط في الدقيقه قبل الهواء حضرتك قلت لي انا ساعات بحس انه بيطلع غلط قلت لك ليه؟ لانه بيكون متوقع على طول ايوه صح ايمن كان بيجيب الحاجات دي احنا مستنيين واحده زي دي كذا مره بقول لك ايه يا احمد ايمن كان بيجيب الحاجات ديت وخد بالك بتروح فين بقى في المقص كابتن ايمن بيعملها على طول كان بيعمل كده بدماغه ومسقطها هناك الناحيه الثانيه ايوه على طول الناحيه الثانيه فيعني هي دي كان لازم هو يحطها من فوق الراجل بدماغه بسهوله جدا لان الراجل اللي احنا بندور عليه في الدقيقه 97 حصل ان هو يطلع غلط وده اللي احنا قلناه قبل المباراه كابتن ايمن وحضرتك اشرت ليه وانا اكدت عليك ان هو عشان فرط الحركه اللي عنده اخر كوره بقى في الدقيقه 97 اخر كوره خالص هنا انا عايز بس اقول حاجه احنا سايبين الراجل يطلع ثواني اوب بس ايوه طبيعي في اي وقت زي ده يا كابتن انا ده اللي انا قلته في الدقيقه 97 الراجل ده يطلع لغايه كل ده بالظبط ده واحد يقف قدامه بس الكوره بس بتاعتنا انا دلوقتي واحد بيرفع واحد زي امام كوكا ديبيس اي حد أيوة طيب. يروح يقف في قلبه مش هيخليه يطلع يتحرك احنا ادينا له مساحه انه يطلع براحته خالص وبعدين مين اللي بينط رامي بقى هيبتدي ولا ياسر عشان لما تعدي منه انما لو في الوضع ده كريم حتى فؤاد وراح وقف في صدره وهو بيتحرك هيخلي رامي هيخلي ياسر ابراهيم يطلع ياسر يلعب الكورة عشان كده انا شايف ان يعني في نقطه سلبيه في الحته دي لازم واحد في الخمسه اللي موجودين جوه يقف يقفل عليه التحرك وين الرفعه دي ما كانش هيطلع ياخد الاوفر ده بس يعني هو الحمد لله وربنا مش رد لنا اكتر من النقطه وجالنا نقطة فعلا الحمد لله رب العالمين ان احنا على الاقل النهارده كان في بعض الاجابات منها اعتلاء القمة الحمد لله دي الحقيقة يعني الحمد لله كنا نتمنى ان يبقى العلامة الكاملة كابتن 5 من 5 ولكن الحمد لله 13 نقطة حلوين شكرا جزيلا يا كابتن احمد شرفتنا ميرسي يا كابتن ربنا يكرمك الله يخليك طيب كابتن شريف كنت بتتكلم في نقطة مهمة وعادل اتكلم فيها كابتن أسامة سمعنا كابتن ماهر وسمعنا كابتن شريف وكابتن عادل والتعادل ليه اسبابه كويس بس اكيد يعني زي ما قال كابتن احمد اول ما دخل قال لك ان في لعيبه او بعض اللعيبه فاقده الشغف سواء عشان هنتكلم على حراسه المرمى فانا عايز اتكلم في النقطه دي انا كلاعب وبعيد عن الملعب بقالي فتره وجات لي فرصه في ماتش زي دوت ابقى فاقد الشغف ازاي الوضع الطبيعي ان انا اقول لا انا موجود وانا هنا ومستر كولر اداني الثقه يبقى انا ادي الثقه دي في الملعب كويس بتكلم على اكتر من لعيب ماشي وبتكلم على معلش ما أنا هو يعني اللعيبه دي زي ولادنا انا مثلا ليا عتاب على طاهر محمد طاهر ومردوده في الفترة الأخيرة طاهر لعيب يعني صاحب إمكانيات كبيرة جدا
المردود بتاعه احنا بنبقى مستنيين منه اكتر من كده بكتير. هو حتى ردود افعاله في التعامل مع بعض الكرات في المباراة في المباريات يعني بيزعلنا منه. هو المفروض احسن من كده. ففي لعيبة حطت رجليها في الملعب ما بتلعبش بقى لها فترة، ابقى مفتقد الشغف ليه. وفي لعيبة في الملعب مستر كولر احيانا حتى يعني كان كابتن شريف قال لك ساعات مثلا مستر كولر واحد يغلط ما يلعبوش الماتش اللي بعده، واحد ما يظهرش بنفس المستوى اللي هو بيتمنى منه ما يلعبوش الماتش اللي بعده وبيدي رسائل. بس انا شايف مثلا ان طاهر في بعض الفترات ما بيأديش الدور او ما بيديناش اللي احنا عايزينه منه وهو متواجد في الملعب. فطالما نزلت الملعب انا هفتقد الشغف ليه؟ ده انا لعيب في النادي الاهلي. انا بص في ثلاث نقط يعني انت سالتني في فقد الشغف وفي موضوع طاهر، وانا برضو بس اعقب على موضوع اللاعب الاساسي واللاعب احتياطي. اصل انت اتكلمت الاول المره اللي فاتت على احمد عبد القادر هو نفس الكلام اللي انت قلته لاحمد عبد القادر انا بقوله لطاهر محمد. ماشي ماشي، فانا هتكلم فيها، بس انا بتكلم الاول على موضوع اللعيبه الاساسيين واللعيبه الاحتياطيين وموضوع ان اي حد يلعب واي تغييرات تحصل. اولا مفيش فرقه في العالم، لا انديه ولا منتخبات ولا قديما ولا حديثا ولا بعد كده، مفيش حاجه في الكوره في العالم اسمها كل اللي موجودين زي بعض، مفيش حاجه اسمها كده. في مستويات، صحيح في تقارب في المستويات ماشي، لكن في لعيبه مؤثره في كل جيل هتلاقي كده، في كل فرقه في العالم هتلاقي كده، في كل منتخب. المنتخب ده المفروض المدير الفني للمنتخب بينقي احسن لعيبه في كل فرقه في مجموعه الدوله اللي هو فيها، ومع ذلك في لعيبه فيهم اسمهم مؤثرين وفي لعيبه اقل تاثيرا او مكملين او قريبين في المستوى، ليهم ادوار بالزبط. لازم اكمل بيهم بالزبط. لكن نغمت ان انا كل الناس زي بعض والاعب اي عدد في التغييرات واي تشكيلات انه كلهم يبقى نفس المستوى، دي مش موجوده. انا ما يعني ما فدي نقطه يعني لازم تبقى واضحه انه لا، لما بغير كتير في شكل الفرقه وفي شكل الخطوط، يعني كل شويه مثلا ثلاثه في نص الملعب متغيرين، ثلاثه قدام متغيرين، ثلاثه في خط الظهر متغيرين، سته في نص الملعب ورا متغيرين، لا هتعمل عدم استقرار وهتعمل لي. عشان كده قلت لك ويمكن كلنا قلنا الكلام ده، قلنا قبل الماتش ايه؟ هيبقى في حماس اللي هو انت بتوعي بقى الشغف. ايوه انه مثلا واحد زي خلعت فتاح وواحد زي ندفد بقى لهم كتير ما بيلعبوش هيبقى متحمسين وعايزين يلعبوا كده، بس التجانس بتاع الفرقه مفتقد. التجانس كله مفتقد. عشان كده احمد فوزي بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا برضو ضد انه 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 ناس تلعب في عدم وجود الشكل الاساسي. يعني هو يقصد ان مثلا لو خلعت فتاح بيلعب مثلا وجنبه محمد عبد المنعم وفي نص الملعب ديانج وجنبه الناحيه الثانيه حسين الشحات وجنبه الناحيه الثانيه امام وكل الفرق الاساسيه وهو اللي بيلعب بس هيتشال مش خمسه، لكن هو جاي وفي سته سبعه متغيرين حواليه او بقى لهم كتير ما بيلعبوش او هتفرق معاه هتاثر على اداؤه. نفس الشيء مع كريم ندفد لما يلعب مع كوكا وقفشه، مش طبعا اللعيبه ممتازين الاثنين، بس كوكا مثلا ملوش قفشه ملوش ادوار دفاعيه واضحه، وكوكا لسه بنقول لعيب صاعد واعد لكن ما تقدرش تقول انه اساسي في فرقه الاهلي. يعني لسه ما حطش رجله ان يبقى ملوش مسؤوليه المكان، يعني ان هو مش هو اللي هيشيل ندفيد اللي لسه راجع وقفشه اللي ما بيرجعش. ايوه غير لما مثلا ندفيد يلعب في وجود ديانج مثلا وامام، حتى هو نفسه كوكا لما نزل ديانج وامام عاشور اداؤه تحسن وابتدى يسيطر على نفسه وابتدى يظبط نفسه. فهي دي نقطه حرر. فموضوع الشغف مفروض طبيعي زي ما انت بتقول يبقى متواجد
لاي لعيب بالذات اللعيبه اللي ما بتلعبش من فتره، فلازم الشغف يبقى موجود لانه عايز يقول انا موجود وان انا مؤثر وان انا المفروض العب اساسي و و و. لكن عدم الشغف ده يجي امتى؟ مع واحد زي علي معلول بيلعب طول بالزبط. خمس ست سنين اساسي ما بيريحش خالص وبتاع، بعدين يجي في فتره تقول ايه ده ما الشغف عنده قل شويه. او عبد المنعم مثلا بيلعب على طول ومنتخب مصر والنادي وكاس عالم وافريقيا ودوري، ممكن تيجي الماتش ولا ماتشين تقول ايه ما عندوش شغف قوي. لكن اللعيبه اللي مفروض بتلعب فترات قليله او لسه بيحط رجله او هقول مفتقد الشغف ازاي. فدي نقطه مهمه. الموضوع بقى طاهر. طاهر احنا من ماتشين ادينا له احسن لاعب في مصر اللي هو اعتقد ماتش قبل الماتش اللي فات، كان الماتش اللي قبله كان ايه؟ قبل ماتش السيراميكا وكان ماشي السيراميكا مش كده؟ لا لا مش السيراميكا، المقاولين العرب. المقاولين العرب ادينا له احسن، لا المقاولين اللي هو جاب فيه جون وعمل الجون الثاني. ادينا له احسن. صح. طاهر في فتره كان فعلا بعيد، وحتى الناس كلها بتتساءل، مش احنا بس، مش احنا كمحللين او بتاع الجمهور بره في الملعب، انه منتظرين من طاهر انه افضل من كده، شايفينه في المقاولين العرب افضل من كده. كان مستوى مش واضح، ولذلك انت السنه اللي فاتت الاساسيين كان مين؟ بيرسي تاو وحسين الشحات. طاهر بينزل على فترات، بينزل بعد الماتشات. الماتش اللي فات ابتدى اداء اقل، معدل يقل شويه. النهارده بعيد خالص. النهارده من اول الشوط، يعني حتى يمكن كلنا قلنا انه ممكن يتغير بين الشوطين، كان بعيد. حتى كره الجون لما تيجي تتعاد في الاجوان، لما ضربه الجزاء الراجل عدى من جنبه بالشمال مش قادر يتابع وراه، مش اللي هو رفع وبعدين جت في ايد هاني اللي هي ضربه الجزاء. طب وانت عايزه يبقى كويس ازاي؟ ما هو النهارده بعيد. لا لا مش انت عايزه يبقى كويس ازاي؟ هو المفروض طالما نزل الملعب يبقى كويس. كويس ازاي يعني؟ يعني ازاي؟ يعني ازاي مش يعني فاهم؟ انا هلاعبه ازاي انا؟ مين اللي هيلاعبه؟ هو الراجل هيلاعب الراجل، هو اللي هيلاعب نفسه بناء على ادائه. بقول لك ايه، بقول لك هو اللي هيلاعب نفسه. ما هو نرجع لنقطه التغييرات الكتيره اللي حصلت. خلينا فير بقى. ايوه ماشي، خلينا ماشي. احنا لم نوفر لهؤلاء اللاعبين اللي بيلعبوا قدام البنيه التحتيه اللي توصلني وتعمل لي ماشي. هجمه مش موافق فيها، لا انا الهجمه الثانيه هبقى كويس، الهجمه الثالثه الباكينج او الباك اب بتاع نص ملعبك اللي بياخد كل كور نازله. التناغم مش موجود، مفيش التناغم ولا الهارموني ولا الكلام اللي انتوا نفس الكلام اللي كلنا قلناه. ولكن هو التشكيل الخاطئ هو اللي عمل في كل اللعيبه دي ما خليتهاش. وبعدين انا بدور على لعيبه اعرف العب معاها كوره. امام عايز حسين الشحات، وطاهر عايز بيرسيتاو، وفي نغمه كانت شغاله ونجحت وكسبت في الدقيقه بقى 91، الدقيقه 92، الدقيقه 80، الدقيقه 14. في لعيبه زي ما قال اسامه، هارموني الاول، المستوى الاول بتاعك في العالم كله فعلا. كابتن انا اغير لعيب في الفرقه واحده بس. لما يبقى عندي مثلا لما يبقى عندي دوبليكيشن اتنين زي بعض. ايوه بس انا لما ووصل الاتنين زي بعض دول انهم يبقوا زي بعض. كابتن لحظة ايمن، لازم الاتنين يا ايمن قول اللي انت عايزه. ماشي، ما انا هقول لك كمل. انا طالما لعيب نزلت الملعب حبيبي ادي الدور بتاعي. انا عايز اقول لك حاجه يا ايمن، عايز اقول لك على حاجه. نزول اللعيب هو مارادونا، نزول اللعيب شريف انجلترا كلها، نزول اللعيب تقول انا مش محتاج مساعده. لا شريف، الدنيا في المجموعه اللي عندك، في السكواد اللي عندك، وفي المتاح ليك في عوامل كتير قوي. طاهر ده لازم يشتغل مع هو، خد بالك مع محمد هاني. ثانيه واحده عادل، انا اذنك. طاهر ده لازم يكون محمد هاني ده سوبر بلاير، سوبر رانر. الناحيه الثانيه راجل بيعمل سويتشات. كل دول هارموني مع بعض. بس انا مش حاجه اقول ايه، هو ما جاش. ما هو ما اللي وراه ما جاش، واللي ورا اللي وراه ما جاش. والنهارده رحت فجاه شايل لي اثنين ثلاثه، حتى محمد عبد المنعم انا مش عارف ليه اتشال من الفرقه، اللي هو التيمبو ايقاع الفرقه كلها وظبط الدنيا كلها. هقول لك يا شريف، بالنسبه للراجل، الراجل تملي في المؤتمرات بيتكلم بيقول يا عادل عايزين انا مش هلعب ايه اللي هينفذ، اللي هينفذ تعليماتي وقراري وادائه في التمرين واخد بالك يؤهله انه يبقى موجود. فالراجل عنده شفافيه وعداله. لا لا بس هو مخلص الاربع النهارده الشباب. كويس انا مخلص الاربع. هو بيتكلم يعني بيتكلم شويه. ايوه بيتكلم ماهر. احنا في استشفاء. هو بيتكلم مش دلوقتي، بيتكلم على ان دول موجودين معاه. كابتن ماهر في خلال الفتره اللي فاتت، يقول لك ايه، اديهم فرصه. كابتن ماهر
انت في استشفاء يا كابتن. ايوه ماشي يا كوتش كبير ولعيب. ايوه ماشي لكن انت في استشفاء. هو بيقول كده كل 72 ساعه. هو كل كلامه في المؤتمرات بيقول كلمه واحده. الراجل كل مؤتمرات بيقول ايه؟ اللعيب اللي هينفذ لي اللي انا بقوله، واللعيب اللي هيبقى مجتهد، واللعيب اللي هيبقى منضبط ماشي هيبقى موجود معايا. ممكن 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 المجموعه دي هو شاف خلال الفتره اللي فاتت ان المجموعه ديت بتادي له في التدريبات وانا بعمل مشروع وبتنفذ التعليمات اللي هو بيقولها، فيقول لك ادي له فرصه. مان وانا هنا ماسك فرقه صغيره بعمل لها مشروع. مظبوط يا يعني انا وجهه نظره يعني هو وجهه نظره كان بيقول كده في معظم كلامه ومعظم مؤتمراته الا رد واحد. لكن احنا بنتكلم على ان التغيير الكتير واللعب الكتير في الفرقه ما بيجيبش النتائج الايجابيه. هي ملهاش الا رد واحد، المدربين علشان يلعب كتير في التغييرات بيبقى حاجه من الحاجتين، لا عايز يجيب عدد كبير ويعمل منافسه واحد، لا عنده اللعيبه متقاربه قوي في المستويات اتنين. لكن خد المفاجاه دي، اللي كانوا في الملعب النهارده برضه عشان رغبه اللاعبين برضه مهمه طبعا. انا ممكن انزل بتشكيل غلط وكل حاجه وممكن ما يكونش فيه كل العناصر اللي احنا بنقولها، لكن اللعيبه نفسها. طب رامي ربيعه لعيب اساسي وبيلعب كتير، ياسر ابراهيم لعيب اساسي وبيلعب كتير، محمد هاني لعب كتير، ادي ثلاثه في الفرقه، قفشه لعب كتير ادي اربعه، نبيل كوكا لعب كتير ادي خمسه، الشحات اساسي وبيلعب كتير سته، طاهر محمد طاهر بيلعب كتير سبعه، والشناوي رقم ثمانيه. انا مش بتكلم زي مثلا خالد عبد الفتاح ما لعبش بقاله مده، لكن هنا اللعيب نفسه لما تاخد فرصه امسك فيها. ده انا بقول طبعا اللي انا بقول انا معاك تماما. بتلعب في النادي الاهلي امسك. اما امتى احنا لعبنا او مش احنا كمان، اي لعيب هيثبت ذاته ازاي؟ عارف دي معناه ايه؟ عارف اللي عمله مستر كرر في ده معناه ايه؟ اني انا اساسي ومش حدش هيقرب مني، بالعكس بعد الفجوه ما بين اللعيبه. لما مش هو بقى اللاعبين نفسها، انا كمدرب لما اكون وجهه نظري ما لعبكش يا كابتن ماهر، فلما ما لعبكش تنزل المباراه خمس دقايق بس توريني ان انا اخطات، هعمل ايه؟ اقول لك انا اخطات. لكن لو نزلت وما اديتش اقول انا صح، واللعيب اللي بيلعب هو الافضل من اللاعب. ايمن عشان اكمل بس الموضوع برضه النقطه دي، اتفضلك. حتى لو في بعض اللعيبه بتلعب على طول، ولكن انا كل يوم كان شمالي ماهر، بكره انت، بعده شريف، بعده عادل، يميني لقيت واحد تاني، قدامي لقيت واحد تاني، التناغم والتناسق، وخاصة ان الماتشات كل 72 ساعة كل اربع ايام تناغم. انا بالاحساس انت كلنا لعيبة كرة وعارفين انت ساعات واحد جنبك انت عارف شريف سريع، انت بالاحساس عارف ان شريف بتعملها له كده هيلحقها، في واحد تاني بيلعب ليه اسلوب غير شريف، لو عملتها له كده لا مش هيجري، لازم ياخدها في رجله. يعني زي مودست مثلا وبيرسي تاو، الكره مثلا الطويله اللي بتتلعب من الخلف من ياسر ابراهيم وبتاع طويله في ظهر الديفنس، طب لو لعبتها لمودست 100 مره مش هيجري، لكن لو لعبتها مثلا لبيرسي تاو او شريف لما كان موجود او حد لهم السرعه او حسين هيجري ويروح فيها. فاللي انا اقصده انه التغييرات الكتيره في الفرقه بتعمل خلل وعدم انسجام حتى لو اللعيبه عنده شغف. ولذلك انت برضو النادي الاهلي، ولذلك النادي الاهلي برضو بي 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 بيكسب حتى في ظروف الاهلي اداؤه مش حلو، عشان الجزئيه اللي انت بتقول فيها ايه؟ ان لعيبه الاهلي عندها دوافع وعندها اصرار وعندها شغف، عشان كده بنكسب حتى لو الاداء مش في احسن حالاتنا، لكن صحيح. مش كل مره هتسلم. وده اللي حصل النهارده. عموما بينضم لنا الان الزميل العزيز محمد الباز محلل الارقام لتحليل ارقام اليوم. نورنا محمد. مساء الخير. مساء كابتن ايمن. مساء الخير على الكباتن. يعني الارقام النهارده زي ما حضراتكم كنتوا بتقولوا مختلفه، شوط اول صح. غير شوط ثاني تماما يعني. فعايزين نبص النهارده في حاجات ايجابيه، اعتلينا يعني صداره الدوري 12 هدف، اقوى خط هجوم حتى الان من الخمس مباريات، اقوى خط دفاع بالمناسبه يعني استقبلنا اربع اهداف فقط،
خلينا نخش. اعتقد احنا اقوى خط هجوم بالمشاركه مع الزمالك بالظبط يعني 12 12، وحتى في الدفاع يعني احنا خط اقوى خط دفاع سجلنا 4 اهداف في الخمس مباريات. خلينا نبص كده احصائيات المباراه، نبدا بالشوط الاول لوحده عشان الشوط الاول كان فيه كلام مختلف. صحيح. يعني نبص مع بعض كده الشوط الاول، بصراحه احنا شفنا مباراتين شوطين مختلفين تماما. يعني لو شباب نستعرض جدول الشوط الاول هنقف عند بعض النقاط الفنيه فيه، بتورينا كابتن ايمن الاهلي كان المفروض يبقى فيه افضل من كده. يعني نفضل طبعا المباراه انتهت بالتعادل 1-1، كان في اخطاء كتيره، في فاولات كتيره بالجونه طبعا تسببت في فاولات كتيره، في 10 للجونه 6 للنادي الاهلي. الركنيات يعني بص هنا رقم سلبي تماما، ركنيات 0 زيرو. زيرو يعني حتى الركنيه الوحيده للجونه، التسلل واحد ومقابل تسلل وحيد ايضا للجونه. بالنسبه للتسديدات هنقف برضه على الارقام دي، ارقام ضعيفه جدا جدا. يعني بالنسبه للتسديدات بالنادي الاهلي 3 تسديدات، واحده فقط منهم اون تارجت على المرمى، يعني نسبه ضئيله جدا 33%. بالنسبه للجونه كان في بعض التسديدات محاولات، في 8 تسديدات منهم 2 على المرمى اون تارجت بنسبه 25%. الاهداف المتوقعه اللي احنا ما حصلناش هدف حتى من اهداف متوقعه، لكننا احرزنا هدف. بالنسبه للجونه كان عندهم يعني 1.4 معدل هدف كان كاكس جي من الاهداف المتوقعه. بالنسبه للفرص شهدنا 3 فرص بالنسبه للاهلي، شهدنا 4 فرص بالنسبه لفريق الجونه. بالنسبه للاستحواذ 42% للجونه، طبعا الاستحواذ كان الافضل للاهلي 58%، لكن كان اغلبه سلبي. كان بالظبط يعني كان معظمه استحواذ سلبي، لان كان في مس باسس كتيره شفناها في ارضيه الملعب، فبالتالي للاسف اثر على الاستحواذ ما كانش ايجابي. بالنسبه للتمريرات بقى هنا 243 تمريره للنادي الاهلي، ده اعتقد رقم معدل مقارنه بالمباريات السابقه في شوط واحد بس يعني يعتبر قليل، منهم 194 صحيحه، نسبه الدقه فيهم 80%. وبالنسبة للجونة 163 منهم 112 تمريرة صحيحة أو دقيقة بنسبة 69%. التمريرات القصيرة شورت باسس شفناها بشكل كبير جدا عند الأهلي في الشوط الأول، 178 تمريرة شورت باس قصيرة من توتال 221، يعني نسبة كانت أفضل شوية من نسبة الشورت باسس 84%. بالنسبة للكرات الطويلة لعبنا كرات طويلة ولكن مش كتيرة، يعني نتكلم يعني ال 27 منهم 16 تمريره طويله او لونج بول كانت صحيحه بالنسبه للنادي الاهلي ب 59%. اما التمريرات الطويله طبعا الجونه كان عندهم 31 تمريره طويله بنسبه 13 منهم صحيحه بنسبه 42%. العرضيات هنا برضو رقم يعني سلبي، يعني ما فيش عرضيات، هي 5 تقريبا وكلها الدقه كانت زيرو، ما وصلتش وما حققناش منها اي خطوره على المرمى. الناحية الثانية الجونة أيضا برضو كانت 6 الجونة عرضي. برضو رقم سلبي جدا، رقم سلبي جدا للأسف. يعني هو يعني هو بالنسبة للناحية الهجومية من ناحيتين احنا بنقف على بعض الأرقام فيهم، كانت أرقام سلبية تماما ناحية التسديدات، ناحية العرضيات، ناحية الركنيات. لما شفنا هو اللعب تقريبا الشوط الأول كان منحصر في وسط الملعب بالظبط، يعني والميس باس كان كتير جدا من الفرقتين بالظبط، وتاتش 2 3 تضيع الكورة يعني عند الفرقتين. ما شفناش مباراة يعني قوية للأسف في، وأعتقد دي المباراة الوحيدة أو الشوط الوحيد في الدوري حتى الآن اللي ما شاهدش قوة كبداية كستارت لأي مباراة يعني مقارنة بالمباريات السابقة. للمراوغات نفس الكلام، يعني أعتقد أرقام برضو ضعيفة جدا، كسب الكورة 53 للأهلي مقابل 61 للجونة. الجونة شوية كانت بتعمل اعتراضات انترسبشن بشكل يعني ظاهر إلى حد ما، وقدرت إن هي تكسب الكرة بشكل كبير 61 متفوق على الأهلي 53. خسرنا الكرة 17 مرة، الجونة خسرت الكرة 29 مرة. هنركن الشوط الأول، ده الأرقام دي تقول إن الشوط الأول كان دون المستوى من الفرقتين بالظبط، دون المستوى وخاصة من الناحية الهجومية أكتر، ما كانش فيه أي، كانت أرقام سلبية تماما. لو نبص بقى الشوط الثاني وارقام الشوط الثاني هتقول لنا حاجه ثانيه خالص بالظبط. يعني نقف بقى وعشان نبدا نقارن، يعني الشوط الثاني طبعا كان سلبي من ناحيه الاهداف زي ما احنا عارفين، انتهى سلبيا 0-0 كشوط، يعني نتكلم على الشوط الثاني لوحده. الاخطاء كانت في زيادات من الاخطاء طبعا الجونه، وعلى فكره الجونه مقارنه بكل فرق الدوري هي من اكثر الفرق اللي تسببت في فاولات او اخطاء منذ بدايه الدوري في الخمس مباريات حتى الان.
ثلاثة ضد الأهلي أو الركنيات. هنا بقى الرقم بقى بدأنا نوصل نتحرك صفر أو زيرو للجونة. الأهلي 12 ركنية من وجهة نظر طبعا أكيد كانت سلبية لأن إحنا ما استغلناهمش الركنيات بشكل إيجابي على المرمى. الجونة تسلل وقعنا في التسلل مرتين، الجونة طبعا ما وصلتش أصلا عشان تقع في التسلل بالزبط. يعني كان منعدم تماما إن هي توصل لنص ملعبنا. هنا التسديدات عند الجونة سلبي تماما، يعني ستيل إحنا في التسديدات ما فيش خالص تسديدة واحدة ولا سببت أي خطورة بزيرو في المية. اما النادي الاهلي طبعا عندنا 11 تسديده منهم بس 2، وده رقم شويه لازم نقف عنده، ما كانش فيه الايجابيه بشكل كبير على المرمى. نتكلم على اون تارجت على الثلاث خشبات هم كانوا 2 فقط بنسبه ضعيفه جدا 18%، ولكن هي افضل من الشوط الاول الى حد ما. الاهداف المتوقعه لا نقف بقى هنا، يعني الاكس جي عندنا كان ممكن نحرز هدفين في الشوط الثاني برغم ان التسديدات زي ما بنتكلم هنا 2 بس اون تارجت، ولكن يعني شفنا بعض الخطوره كان ممكن نحرز اهداف لان احنا صنعنا 7 فرص مقابل فرصه وحيده للجونه، ده في الشوط الثاني فقط. بتكلم على الشوط الثاني فقط استحواذ، يعني احنا خدنا كل الاستحواذ 73% وتحركنا بشكل كبير جدا وعملنا اللينك اب حتى اللعيبه بتاعتنا. الجونه 27%، دايما الجونه معروفه حتى هي في الدوري ان هي اقل من الفرق استحواذا او بيسيبوا الاستحواذ بشكل كبير جدا. تمريرات بقى بدانا ان احنا نزيد في التمريرات حتى التمريرات القصيره، احنا طبعا يعني من نسبه الدقه 85% عموما من تمريراتنا في الشوط الثاني، ده افضل من الشوط الاولاني. حتى الشورت باسس ما بين لاعبتنا بعد التغييرات اللي شفناها لعيبه طبعا مختلفه تماما بدات تمسك الكوره وتعمل الشورت باس بشكل افضل. اللونج بولز يعني قللنا منها، يعني مقارنه بالشوط الاول كان حاجه و30 دلوقتي 14 لونج بول منهم 8 يعني صحيحه بنسبه 57%. الجونه دايما كانت بتحاول تلعب اللونج بول 32 مره او 32 لونج بول كره تمريره طويله، 8 منهم بس هي اللي صحيحه. العرضيات برضو عند الجونه هي واحده، عرضيه واحده كانت يعني دقيقه او صحيحه بنسبه 100%. اما الاهلي طبعا كان في كميه عرضيات كتيره جدا شفناها خاصه لما نزل كريم الدبيس وبدات في تحركات بشكل كبير جدا. 18 عرضيه للنادي الاهلي منهم 5 فقط صحيحه، انا اعتقد في 2 100% منهم لكريم الدبيس كانوا صحيحه بشكل بنسبه 100%. مراوغات يعني في دريبلينج بشكل كويس في 15 مره للنادي الاهلي منهم 8 صحيحه بنسبه 53%. يعني الجونه بدات شفنا اللعيبه بدات تمشي بالكره ولكن النسبه كانت قليله جدا، 7 منهم 4 بس صحيحه. كنا بنكسب الكره بشكل اكبر 63 مره مقابل 48 مره بالنسبه لخساره الكره، يعني كان التركيز افضل وخساره الكره مقارنه بنادي الجونه كنا احنا الاقل. ده كده الشوط الثاني، يعني لو نحط كل الارقام ديت في مجمل واحد للمباراه هنحس الفرق ما بين الشوطين. شوط اول ما كانش موجود، شوط ثاني لا في شويه تحسن من الناحيه الهجوميه بالنسبه للنادي الاهلي. فالاحصائيه بشكل اجمالي يعني بتوقفنا عند بعض الارقام، لا محتاجين نشتغل عليها، محتاجين نبص احنا مشاكلنا فين. الاستحواذ ده كان كبير لنا ولكن استحواذ سلبي. قبل اللقاء يا كابتن ايمن كنا بنقول ان دايما الجونه بيعملوا مثلا الفلات حتى في خط الدفاع تلاقيهم 4 واقفين ويضربوا في خط الدفاع وفي ظهرهم بشكل كبير جدا. جايبين بعض النقاط اللي كنا استغلناها بشكل افضل كان ممكن نحقق منها فرص. يعني نبدا باول حاله في الشوط الاول حتى مع بدايه الشوط، يعني اعتقد كنا مذاكرين الجونه في الحاجات ديت في ان احنا نلعب اللونج بول في ظهرهم بشكل كويس كنا ممكن نستغلها، ولكن احنا يعني شفنا بعض الكور ما كانتش بتوصل للدقه. يعني هنا مثلا في بدايه الشوط يعني بدايه اللي هنا في البيلد اب، بص يا كابتن نقف بس توب يعني نرجع لو نرجع هنا يا كابتن اعتقد الكادر مش جايب بالصوره كامله، ولكن احنا لو يعني الكادر انا بتكلم على الخط الدفاع عند الجونه يعني بس هنا نقف. يعني كان انا ده انا بتكلم عليه المساحات اللي كانت في ظهر لعيبه الجونه، ده اللي اتكلمنا عليه في الشوط الاول. حتى الارقام كانت بتظهر لنا ان هم دايما الحتت دي بتتضرب فيها الجونه بشكل كويس جدا، كان ممكن ان احنا لو ظبطنا طبعا الاوفسايد كان نستغل الفرص دي. الشكل ده اتكرر كتير جدا ولكن الدقه في التمريرات حتى كنا بنتكلم بالارقام على اللونج بولز، اللونج بول كانت عددها في الشوط الاول كتيره ولكن ما كانتش الدقه بتاعتها بشكل صحيح او بشكل فعال على المرمى. كان عندنا بقى الميزه اللي كنا استمرنا عليها، كنا بنقول ان الجونه من اكتر الفرق اللي بتخسر الكره تحت ضغط بالارقام حتى استعرضناها هنا يعني شفت الضغط احنا كنا مركزين جدا ان احنا بنضغط ضغط مزدوج 3 هو على 2
وبناخد الكره بشكل كويس جدا. يعني هنكمل كمل على طول يعني اتقطعت الكره هنا بس نقف يعني في مساحات بقى في ظهر الجون ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه. اضغط ضغط قوي جدا سواء كان ضغط مزدوج باثنين لعيبه ثلاثه لعيبه قدرنا نعملها لو كنا استمر. ده بنتكلم لسه ده في الشوط الاول يعني ارقام الشوط الاول كانت حاجه والاداء في الملعب الحالات الفنيه مع ان شكل الجونه الشوط الثاني اتغير يعني اهتموا بالجوانب الدفاعيه اكتر مظبوط يعني ما كانش فيه المساحات ديت في الشوط الاولاني صحيح اللي هي في الشوط الثاني يعني وهنا نقف دي كانت موجوده في الشوط الاولاني مظبوط ارقام كانت الارقام الشوط الاولاني بتقول حاجه وهنا ده لو كانت ترجم بشكل صحيح كانت الارقام هتبقى مختلفه تماما يعني لو كنا لعبنا الدقه دي كنا الفرص كنا رحنا وحققنا الكره كده كمل الكره دي كان هي الكره دي اوف سايد هي يعني لو نرجع خطوه لورا ونبدا بدل ما يروح الناحيه الثانيه دي مش اوف سايد الكره دي ما هو 13 مغطي لا ما اعتقدش 13 مغطي لا 13 مغطي يعني تماما في خيال ثاني مالوش عامل جت واحد ورا كملها كده كمل الكره دي كده نكمل نكمل في خيال واحد ايما كمان ورا اهو ايوه كابتن صح ادي الكره من بدايتها هما بيحاولوا احنا الضغط هنا كان ضغط يعني مثالي بصراحه ده الشوط الثاني اه لا ده دي نرجع ده الشوط الثاني لو نرجع يعني تمام ده الشوط الثاني لا دي بعد ده كان تحركات امام لان امام بنزوله كنا عايزين نتكلم عليه برده في بعض الحالات كان امام على طول بيتحرك من احسن الناس افضل الناس عملت الضغط وكسب الكره ريكفري بالشكل دوت استحواذ صح بالظبط يعني ده كان ده الشوط الثاني يعني هو الشباب قطعوا الكوره كنا عايزين نشوفها الكادر بشكل كامل تحركات احنا عارفينها وصلت لايه بس انا عايز اقول لك التغير في الشوط الثاني في الاحصائيه من التغير في التشكيل وتغيير اللاعبين لو شفت صحيح. انت النسبه من بعد ما نزلت اللعيبه اللي هي وتعادل الملعب بالتغييرات اكيد النسب بقت اعلى كتير قوي في اخر مثلا 20 دقيقه مظبوط وهي دي فعلا اللي حسنت ارقام الشوط الثاني حتى يعني. وحتى الشوط الثاني اخر 20 دقيقه ممكن تكون اضعاف ال 20 دقيقه الاولين ال 25 دقيقه مظبوط دي خريطه حراريه لمين لامام عاشور يعني امام عاشور من نزوله بدا ان هو يتحرك في كل الاماكن ديت وشفنا حتى الحاله اللي لسه خلصانه ان هو كان فعلا بيجي من اقصى من ابعد اماكن ومن اعلى اماكن في الملعب ويرجع مع الكوره ويبدا ان هو يستخلص الكوره بشكل ايجابي جدا ويبدا ينقل الفريق حتى كريم ديبيز زي ما قلنا عمل اثنين كروس اثنين كانوا صحيحه 100% يعني حتى يعني انا مش عايز اقارن واحط مقارنه مع خالد عبد الفتاح ولكن خالد عمل خمسه كروس منهم اثنين فقط صحيحه واحده فقط بشكل دقيق او صحيح ولكن كريم يعني بدا ان هو يغير شكل المباراه مع التغييرات زي ما حضراتكم قلتوا بالظبط عكست الارقام حتى الحاله الفنيه. الغريب النهارده هو الشوط الاول ارقامه سلبيه حتى عند الفرقتين ولكن احنا على ارض الملعب كان ممكن نحقق شكل ايجابي يتعكس في الارقام بشكل ايجابي جدا. زي ما قلنا ايجابيات بشكل مختلف يعني اعتلاء صدارة الدوري صحيح. قبل التوقف 12 هدف كأقوى خط هجوم فرص كتيرة جدا وأرقام كبيرة جدا خاصة في الأهداف المتوقعة نقدر نشتغل عليها الفترة الجاية بشكل أفضل معالجة بقى الأخطاء لأن اللي جاي بقى أصعب داخلين على دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله مظبوط بإذن كل الله. التوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا محمد شرفتني شكرا كابتن أيمن هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار بعد الفاصل انتظروا مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين معانا بعض الحالات لكن لحد ما نحضر الحالات كابتن عادل تغييرات النهارده ابتدينا بامام عاشور بدلا من نيدفيد في الدقيقه 58 انتوا طالبتوا ان التغييرات تكون من بدايه من الشوطين وفي نفس الوقت اليو ديانج مكان قفشه برده في الدقيقه 58 انا برده في حاجه بلوم عليها مستر كولر في النظام الجديد بتاع التغييرات الحالات الثلاث حالات او الاربع حالات اللي انت ثلاثه لو انت غيرت فردي لكن اربعه لو انت غيرت بين الشوطين مظبوط فانت ليه ما استغلتش الامر ده وعدلت الفرقه باثنين تغيير بين الشوطين عشان تقدر تغير الخمسه على ثلاث مراحل ممكن هتنزل اثنين تمام ايوه وثلاثه تنزلهم واحد ورا واحد زي ما انت عايز ما دي فيها مصلحه ليك انت وكان الافضل انك انت تعمل دي يا كابتن نايم بس هو الحته بس اللي كنت عايز ارجع لك فيها قبل اي حاجه اتفضل المواقف الثابته اللي انا كلمتك لو معانا بعض الحالات المواقف الثابته يا ريت نجيبها دي مهمه لان جدا. في كورنرز اتكررت كاننا بنشوفها
مره واثنين وثلاثه هي هي نفس الكورنر. لا عايز اقول لك حاجه يا كابتن ايمن مهمه. ال 12 كورنر بتاع الشوط الثاني في احصائيه الفرق الكبيره ان هي في 12 ممكن تجيب لك جولين ولا لازم على الاقل يبقى عندك ما بين 30 ل 40% ماشي. كور مؤثره ممكن تجيب واحده او اثنين. طيب يعني دي كانت علينا يا كابتن. دي اللي علينا. لا انا بتكلم اللي لينا ده. دي الشوط الاول ما هو الاوت يا عادل بردك خد بالك بيخش في الكوره الثابته التكتيك. بس انا انا عايز اتكلم على الموقف هم نجحوا فيها. لا دي مش المواقف اللي احنا اللي كنا عايزينها. هنجيب كور ثابته. احنا هنجيب القرانيل بتاعتنا كلها عشان نقدر نتكلم على بعض النقاط اللي حصلت دي في حته في الشوط الاولاني ما كنتش ماسك كويس الحاجات. بس انا كنت عندي من الخمس اسباب اللي اتكلمنا عليها كابتن ايمن انك انت في الوقت ده الكور الثابته سلاح بينهي مباريات. يعني انت بتكسب بيها ماتشات. انا قلت لك وانا بكلمك فيها ان فرقه كسبت كاس عالم بكره ثابته. ايوه يعني ليه انا في الكور الثابته ما بستغلهاش كويس. دي جول. دي كره يا كابتن. بص دول ثلاثه. لا ثلاثه ايه ده خمسه مش متراقبين. بص هقول لك يا ايمن الكره دي بص التنظيم والكثافه العدديه اللي موجوده لمهاجمي النادي الاهلي. بص كلهم قريبين من بعض. الانتشار عامله ازاي؟ الانتشار يعني المفروض حد على القريبه وحد على الوسطانيه، حد على العرضه البعيده. رغم ان هم غلطانين بس لعيبه الجونه غلطانين اكتر. بص واقفين ازاي؟ يعني مسوكين. الوعي التكتيكي بتاعنا وبتاعهم ما كانش جيد في الكوره دي. بس انا عاوز يا ريت المواقف السبت اللي احنا اتكلمنا عليها. خد بالك عدم التنظيم. عدم التنظيم الهجومي والانتشار السليم ساعات يضيع لك فرص بالشكل ده. طبعا هو احنا نكمل الكوره دي. نكمل الكوره. مظبوط يا اسامه؟ بالظبط. بالظبط. ايمن يعني الانتشار وحش قوي للخماسي. ادي واحد. ادي كورنر ماشي. ادي لعبه. ما هي دي اللي حصل فيها اللعبه اللي فاتت. اوكي ده بص. دي بص صح. بص ممكن اقول لك دي نسبتها كويسه انك انت اشتغلت فيها كويس. اللي بعديهم بقى ال 12 اللي بعديهم خلاص دي كده بنعيدها تاني. هي احنا عايزين اللي بعديهم. مش هيعرف يجيب لك ال 12. لا اتنين ثلاثه احنا عايزين نقول. لا احنا لا ده التمركزات بقى والسيطره على وسط الملعب لما نزل امام وديان. مش عايزين 12 كورنر ولا حاجه. احنا عايزين بس نوري ان المواقف الثابته كانت ممكن تكسبك. بص احنا بنتكلم دلوقتي على السيطره على نص الملعب بمجرد نزول ديانج وامام عاشور. لا بالك شكل تاني. انا موافق بس انا عايزين نشوف عشان دول كواليتي تاني. وخد بالك يا ايمن رجعتهم وقلقتهم اضطر يغير الطريقه ويرجع للزون ديفنس ويقرب خطوطه والباص السليم والباص والاستحواذ. يرجع بالكره دي تاني من الاول كده والاستحواذ. ده عندنا استحواذ. بص ادي واحد. بص التصرف. اتفضل. ده اللي ما كانش موجود. ده ما كانش موجود الشوط الثاني. بص اثنين ثلاثه. انا ما قلتش حاجه. كويس. اربعه خلاص بقيت مواجه للجون. خمسه رجعت لك. سته انت استحوذت عليها تاني. عادل يرجع لا دي علامه الفرق الكبيره اللي هي بتروح على الجول. بالظبط. انت باصي سليم. وادي برضو التاني. وادي الباص الطولي كمان اهو. بالظبط. وهو ده لما انا بقول لك بيخش لجوه محتاج ايه بقى السبورت. فين السبورت؟ مفيش. الراجل طاهر محمد طاهر واقف افتكروا بيلعبها للبكرايت. طيب لو عندنا بقى الحالات اللي هي العكسيه من الناحيه الثانيه اللي هي الاربعه خمسه كورنر اللي شبه بعض اللي اتلعبوا. يعني لو عندنا اثنين ثلاثه منهم لان كانت بتتلعب يعني بصفه روتينيه كاننا بنشوف الكورنر مره واثنين وثلاثه. لا ما بتبقاش بصفه روتينيه. يبقى انت ما اشتغلتش عليها كتير في التدريب. لان المواقف الثابته دي اليه. عشان كده كنت عايز اتكلم عليها. اليه الوقفه، اليه التحرك. انت بتتحرك، انت بتروح فين؟ المدرب لما بيجي يشتغلها بيقول ده على العارضه دي وده هنا وده هنا والمساحات بتبقى معموله. الكروس بيبقى واحد تترمي لما انا اقول له واحد ترميها في انهي حته او ترفعها في انهي حته علشان مين اللي هيجري ويلعبها. بس انا ممكن اشتغل على الكلام ده نظري بين المشات عشان ما عنديش وقت للعملي. لا ده طبعاً دي لا في وقت للعملي. ده ما فيهوش مجهود. انت بتتكلم على انك انت بقالك 72 ساعه انت بتعمل استشفاء وبعدين انت بتشتغل نظر وبعدين تنزل تعملها عملي. انك انت ترفع 5 6 7 8 10 كمان ده كروس بس انت بترفعه. وهو اللعيبه بتتحرك جوه الملعب وممكن يتحركوها ببطء. عادل ده في ممكن يتحركوها ببطء. اكمل دي بس عشان دي مهمه كابتن شريف. انا نفسي اتكلم فيها اللي هو ايه
انك لما تيجي تتحرك وانت في التايمنج اللي هتشتغل فيه المدافع بيبقى ثابت وانت اللي جايب الحركه دي كورنر، يبقى ايه؟ مين اللي يعلى اكتر، اللي جايب الحركه ولا المدافع اللي جايب الحركه؟ دي كورنر بتاعت مودست اهو. اه دي كورنر اتلعبت مره واحده بالرجل الشمال. ايوه اهو دي، انا عايز اقول لك عليها تانية كويسه. شفت الكروس ده يا عادل؟ انا فاهم يا كابتن، الوقت كان هيخلص لقيتهم بيرجعوا الكره في كورنر لنص الملعب ورا. ما هو احنا بنتكلم يا كابتن ايه، ادي اتنين من ال 12 ماشي كانوا ممكن يجوا. لو انت ضغطت في القرانيل دي على طول واشتغلت عليها كتير موقف ثابت جت في العارضه اوكي، لكن انا بتكلم من المواقف دي تخلص لك مباراه. دي صح. كانت تخلص لك المباراه بتاعت مودتس. لو دوست كمان في اتنين تلاتة منهم القرانيل هيجي لك جون. انت ممكن كل مباراه النادي الاهلي لما في فرق لما بيجي لها كورنر الجمهور نفسه الخصم بيبقى خايف من الفرقه بيصفر لانه عارف ان الفرقه دي بتعرف تعملها كويس، ودي حاجه تستاهل انك انت كمدرب تشتغل عليها كتير قوي عشان دي حاجه اضافيه بتديك مع التكتكس في الملعب والجري واللعب بتديك كمان نسبه انك تبقى هداف. عارف عادل مين مشهور في الكور الثابته ديت؟ بتوع شمال افريقيا. اه طبعا مظبوط. بيشتغلوا عليه على طول. معظمهم بيشتغلوا في الحاجات دي. تقول لك ايه؟ 30 ل 40% من الاهداف المحققه من السبت ضربات الكره الثابته. يعني انت لو جبت احصائيه كاس العالم جيم 100 جون هتلاقي منهم 30 40 جون ضربات ثابته. تمام. صحيح. جبت احصائيه الدوري مثلا جت 300 جون هتلاقي منهم مش اقل من 80 30% 80 او 90 جون من الضربات. ودي يعني تستاهل يعني الجمله التكتيكيه نسبه تستاهل انك تعمل لها طبعًا. نسبه تستاهل انك تعمل لها طبعا اوقات في التدريب خاصه واوقات خاصه في التدريب لانها حاجه اضافيه مع اللعب المباشر مش متعبه. لا جمل تكتيكيه عادل مطلوبه. صحيح. يعني جمل تكتيكيه مطلوبه طبعًا. في الجيم لازم اللعيبه تنفذها. زي ما احنا جبنا كام جون الفتره اللي فاتت من كور ثابته؟ هي دي السؤال. طيب. لو عملت الاحصائيه هتلاقيه مش جايب جوان نسبه بسيطه. ان شاء الله عندنا فتره باذن الله اكيد مستر كوره هيشتغل على الاخطاء الفتره اللي فاتت، هيشوف السلبيات هيشوف المميزات. عندنا اللي جاي صعب مع داخلين بقى في الدوري الابطال دور المجموعات والبدايه مع مديما الغاني هنا باذن الله رب العالمين يوم 25، ففي فتره ان شاء الله يشتغل عليها مستر كولر وباذن الله تدينا بقى الفتره اللي جايه يعني نشوف النادي الاهلي اللي شفناه السنه اللي فاتت بعد ماتش سان داونز والتحول الكبير جدا 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 اللي حصل في الاداء وفي النتائج لحد نهاية الموسم وخدنا كل البطولات السنة اللي فاتت. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيمية. انتظرونا. نرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس، شرفتنا يا كابتن. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي لنجوم الكبار كابتن ماهر همام، كابتن تمام عبد المنعم، اسامة عرابي، وكابتن عادل عبد الرحمن. نور كابتن. اهلا كابتن، منورين يا كابتن. كابتن ايمن، محمد يوسف، كابتن عادل، كابتن شريف، كابتن ماهر، كابتن اسامه، 46 سنه حكم، 46 سنه المفترض اللي هو كان الموسم اللي فات ده كابتن ماهر كان يعني يعتبر اعتزاله، لكن بعد ما قالوا له اعتزل رجعت لجنه الحكام قالت له اعمل اختبار وارنر واعمل الكشف الطبي ورجع تاني. رجع تاني ادار هذا الموسم مباراه اللي هي كانت ما بين الزمالك وسموحه، عمل مباراه كويسه قوي، ودي تاني مباراه في الموسم. اعتقد النهارده كان طاقم التحكيم بالكامل، محمد يوسف، هاني عبد الفتاح، اسامه عبد اللطيف الحكم المساعد الثاني، وكان معاهم محمود ناصر الحكم الرابع، وكان على الفار كان موجود مصطفى مدحت ومحمد عباس قابيل. طاقم التحكيم بالكامل. هنشوف هل هو كابتن ايمن في اداره مباراه من الحالات التحكيميه، واهم اربع حالات تحكيميه في مباراه كابتن شريف هنحللهم طبقا للقانون ونشرح بالتفصيل هل نجح محمد يوسف في طاقم التحكيم ولا ما نجحش في المباراه. خلينا نروح لاول حاله هنا ونشوف هنا كابتن اللي هو رقم احمد محمود 88 لاعب هنا اللي هو رقم 88 هو خد بطاقه هنا كابتن. شوف هنا
الكره دي مهمه جدا 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 يا كابتن ايمن. واحنا قلنا هنا وضع اليد هنا الكره كانت تمرر للاعب نادي الاهلي. لو جبنا من اول خالص هنشوف هنا في باص من نرجع تاني معلش سامحني في باص معمول بالكره ديت رايحه للاعب الاهلي. هنا هذا اللاعب منع الكره ومال بجسمه. خلي بالك ذكاء كبير جدا كابتن ماهر ان الايد كده كابتن اسامه وبعد بعمل كده ما بين جسمي ليه؟ هو عارف ان هو لو في الوضع دوت الكره ممكن تعدي فمال بجسمه. هنا كان قرار الحكم بتاع صفره والقرار كان قرار صحيح لحكم المباراه. اللعبه الثانيه وهنا نشوف هنا وهنا تعطيل الهجوم واحد هنا تعطيل الهجوم واحد هنا محمد يوسف لم يتردد يا كابتن ماهر برافو وعارف ان عنده انذار وبالتالي هنا انذار في بطاقه حمراء طبقا للقانون قرار صحيح لمحمد يوسف في هذه الحاله. كان اللاعب عنده انذار قبل كده وده الانذار الثاني زي ما قلنا وهنا بنقول هنا تعطيل الهجوم طبقا يكون يعني يجب اشهار البطاقه الصفراء اشهر صفراء ثم الحمراء وكان قرار محمد يوسف قرار في الدقيقه 80 قرار صحيح بطرد اللاعب احمد محمود. هذه الحاله من حالات مهمه جدا وهنشرح يا كابتن ماهر انت كنت حضرتك بتلعب مدافع كابتن الشريف اللعب دي مهمه قوي. هنا قلنا الوضع اليد هل مبرر يا كابتن ولا مش مبرر؟ كرك جايه في وشه يا كابتن لو وضع اليد حتى لو كانت جايه في وشه كابتن شريف هنا بنتكلم على وضع اليد هل مبرر ولا مش مبرر طبقا للقانون. انا كلاعب مدافع انا عندي كام لاعب يا كابتن هنا عندنا 1 2 3 4 5 حتى لو الكره دي اتعملت يا كابتن اسامه وعدت الكثره العدديه للنادي الاهلي صعب قوي ان الجون يجيب جون منها ولكن انها انا النهارده هنا في مخالفه على محمد هاني ان هو حط ايديه عملت بلوك للكوره كابتن اسامه طبقا للقانون خلاص حفظنا هنا الايد خرجت وعملت بلوك كابتن شريف وكان قرار محمد هنا نشوف هنا الايد هنا بص يا كابتن هنا هنا الايد هنا ايه خارجه والايد عملت بلوك ركله جزاء صحيحه كان ممكن محمد ممكن كان إيه يعني يروح بظهره ويلم ايديه وده اللي بنقوله من خلال التحكيم النهارده هنا ركله جزاء صحيحه للجونه في المباراه. نشوف هنا حاله من الحالات المهمه جدا جدا يا كابتن شريف وعاوز قرار حكم حاسم. اي حكم في هذه الحاله يا كابتن ايمن هيحسب جون ليه؟ حاله صعبه انا مش عارف هي جت في ظهر اللاعب ولا جت في ايديه ولكن هو خد القرار في الملعب خده بالحس التحكيمي وبالخبرات ان الكره دي جت في الكوع المهاجم هنا شوف هنا على طول واضحه جدا رغم ان هو الايد هنا مستخبيه على الحكم ولكن هنا خده بالخبرات وخد القرار كابتن اسامه في الملعب زي الايمن جري كده على بس كابتن هنا الايمن ما يشوفش اللعبه دي كابتن هو الايمن ليه واجبات ولكن هو الشناوي نبهه فيها كابتن برضه هو شايفه يا كابتن بالظبط انا عاوز انا عاوز اقول لكابتن ايمن ايه ان هو في الملعب ما حسبش هدف الحكم حكم حسب مخالفه وهنا كان الفار عمل ايه الفار نشوف الحاله تاني كده تاني هنا على طول هنا الايد على طول هي طالعه اهي زي لعبه بالظبط محمد محمد هاني هنا السؤال يا كابتن والتعديل لا يجوز اطلاقا ان المهاجم يجيب جون حتى لو ايده مبرره او غير مبرره يعني باي وضع كان ما ينفعش يا كابتن ماهر ان المهاجم تيجي الكره في ايده حتى لو مش متعمد وتخش جون يا كابتن شريف تماما هنا كنا قال لك لا تحتسب عليه المخالفه وهنا قرار كان قرار صحيح باحتساب المخالفه. هاني عبد الفتاح وحاله من الحالات الصعبه جدا جدا واشار بتسلل سمح بالاستمرار ورفع على تسلل نشوف الحاله ديت مهمه جدا هاني من الحكام الدوليين اللي ادار مباراه من يومين هنا بنشوف هنا الجزء من الجسم الراس واللاعب المدافع هنا للجونه هنا التسلل صحيح والتمركز لهاني عبد الفتاح كان قرار صحيح باشاره على التسلل. تمام الحاله الجايه ديت وانا بتكلم فيها هنا ركل من كريم وهنا بنشوف هنا الركل هنا كابتن اسامه هو خلاص ما عندوش اي فرصه خالص كريم غير ان هو هنا يحط رجليه وبالتالي مخالفه تستوجب البطاقه الصفراء للتهور. نشوف هنا الراجل عدى وبالتالي هنا الرجل في الساق في الساق والقدم في القدم وهنا مخالفه وبطاقه صفراء مستحقه لكريم تحسب للحكم المعايير. الحاله الوحيده يمكن انا بلوم على محمد بس هنا الوقفه هرجع تاني كابتن هنا وقلنا ما اداش ادفانتج ليه هنا ستوب ست برافو كابتن شريف ده انا كنت هقوله انت بقى قلته. هنا نمره واحد الحكم اولا انا كان عندي اوبشنز محمد يوسف انت كان ممكن ترجع بظهرك وتوسع لنفسك عشان تدي مساحه للاعب الاهلي ان هو يستلم ويروح بهجمته خلاص انت وقفت انط واللعب طيب
خلاص كده نمشي بقى شويه ونشوف. هي هنا السؤال، نقف بقى خلاص، هي الكره راحت لمين؟ الاهلي. كابتن شريف انت قلت حاجه جميله جدا، مظبوط. لم تغير استحواذ، رجعت ليه بالظبط؟ لم تغير استحواذ، الاهلي ما زال مع الكره وما زال النهارده مع الهجمه. صح، كمل. اسقاطي يتعمل في حاجه واحده بس، لو الكره ديت راحت للفرقه، راحت للفريق المنافس او غيرت الاستحواذ. بنقول هنا الحالات التحكيميه بنشرحها يا كابتن شريف عشان الناس تبقى فاهمه. محمد ما ينفعش تعمل اسقاط والاهلي كان مع الكوره وكان رايح بهم. دي يمكن اللقطه اللي انا بعيب عليها محمد هنا. نشوف الهدف، انا جايبه طبعا هدف سليم جدا جدا عشان البعض يشوف الهدف تاني. هنا موديست هنا عمل خد الكوره ولم يرتكب اي مخالفه كابتن عادل خالص، الكره عدت وحط الكوره استنى عليها شويه، نشوف هنا خدها بدون اي مخالفه، وبالتالي هنا الهدف هدف صحيح لموديست، مفيش فيه اي حاجه. اخر حاجه تقريبا معايا بطاقه صفراء، وهنا بنشوف هنا على طول المعايير رقم 18 تهور. ايه ده تهور؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. اعتقد يمكن دي كانت اخر حاجه كابتن ماهر. حمدي يوسف النهارده ادار المباراه بشكل جيد، لم يتردد، وطاقم التحكيم بالكامل النهارده بقول ان هم ادوا مباراه جيده، ختموا قبل التوقف. نتمنى ان فتره التوقف فيتور بيريرا يشتغل على حكامه ويبتدي عنده فرصه يعمل معسكرات ويبتدي يطور اداء الحكام. دي يمكن كانت اخر حاجه معك. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا. طيب كابتن ماهر، الفتره اللي جايه في وقت لمعالجه الاخطاء، ولكن عندك مجموعه من اللعيبه راحه على المنتخبات. بعد ان شاء الله بعد التوقف الدولي عندك مباراه مهمه جدا، بدايه دور المجموعات مع ميديما الغاني. ما احنا برضك مش محظوظين في التوقف الاولاني يا ايمن، لان احنا التوقف الاولاني خدنا راحه 21 يوم ورحنا النمسا فتره اعداد 5 ايام، لعيبه المنتخب راحوا والمنتخب الاولمبي راحوا والمحترفين مشوا. مظبوط. فبرضك يعني ما عملتش فتره اعداد. مشكله مستر كولر من بدايه الموسم الجزئيه دي بالذات، كلنا طبعا عشنا فتره الاعداد، هي اهم حاجه للاعيب كره القدم اللي بتجهزه، اللي بتخليه طول الموسم واقف على رجله. واقف على رجله. صح. فالجزئيه دي يا ايمن اثرت بشكل كبير جدا انا في رايي على اداء النادي الاهلي خلال الفتره دي. اولا جاهزيه اللعيبه ما كناش جاهزين. وانتوا فاكرين احنا كان ايام الكابتن جوهري في السبعينات كنا لما بنروح للادوار الافريقيه. انا مش فاكر ايام السبعينات دي يا كابتن، انت اللي كابتن. انا فاكرها. ماشي. كابتن جوهري في السبعينات. الثمانينات كمان والثمانينات كمان، لما كنا بننهي الموسم وبناخد اجازه وهنبدا دور ال 16 بعد رجوعنا من فتره الاعداد. كنا بنعاني بشكل كبير جدا لدرجه ان هو كان بيقسم المباراه لشقين، الشق الاولاني 45 دقيقه لازم نجيب فيها جول واثنين وثلاثه نخلص من المباراه عشان الشوط الثاني مش هنقدر بدنيا. وهدوكوتي نفس الكلام. فالنهارده انت التوقف ده كنا محتاجينه، يبقى التيم كله يكون موجود. ليه؟ هيفرق معانا ان الراجل يقدر يصلح الاخطاء الدفاعيه، الاخطاء الهجوميه، ضياع الفرص. صحيح. كمان يقدر يبني من اول جديد موضوع البدني والفني وهكذا. فيعني انا شايف برضك ان المعسكر ده مش هيبقى في صالح النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. طب بينضم لنا الان زميل العزيز محمد ديك الناقد الرياضي، والصحافه الرياضيه قالت ايه عن مباراه محمد النهارده؟ برحب بيك كابتن ايمن، برحب بكرات الكوره كابتن ماهر، كابتن شريف، كابتن عادل، كابتن اسامه. الصحافه كلها بعد الماتش رغم فقدان النادي الاهلي اول نقطتين ليه هذا الموسم، الا انهم اكدوا على النقطه الايجابيه النهارده اللي هو صداره الدوري واعتلاء القمه بفارق الاهداف عن بيراميدز. والنادي الاهلي له كمان مباراه مؤجله مع مدينه المحله، لم يتم تحديد ميعادها لحد الان دلوقتي. صحيح. كمان برضو من الحاجات اللي ركزت عليها الصحافه النهارده كابتن ايمن، فكره التغييرات الكبيره اللي عملها مارسيل كولر، تحديدا عمل 8 تعديلات في التشكيله الرئيسيه بتاعه النادي الاهلي النهارده. ابرزها كمان عوده كريم نيدفيد اللي الناس اتكلمت عليه بشكل كويس من النهارده، يعني ظهور كويس بعد غياب 806 يوم يا كابتن على النادي الاهلي. طبعا هم حاسبين اعارته لفيوتشر والاصابه الطويله اللي غاب فيها بالكريم عن النادي الاهلي. كمان برضو اتكلموا على احصائيه بعد 291 دقيقه في الدوري موديست يسجل الهدف الاول ليه مع النادي الاهلي في مسابقه الدوري الممتاز. احنا عارفين ان موديست سجل في كاس في كاس مصر. مزبوط. فهو يعني الثنائيه المحليه بالنسبه له، وان شاء الله يمكن مع بدايه الدوري المجموعات ان شاء الله ان نشوف موديست بشكل جديد ان شاء الله بعد فتره التوقف ان شاء الله الدوليه. كمان برضو الحاجه اللي الناس اتكلمت فيها كابتن، اهميه اعتلاء النادي الاهلي لقمه الدوري قبل فتره التوقف الدولي. يعني فتره التوقف اسبوعين،
زي ما قال الكابتن ماهر يعني ان هو متخوف شويه من فكره ان المعسكر او لعيبه الاهلي هيروح جزء منهم هيروح المنتخب الاول وجزء الثاني المنتخب الاولمبي، وكمان في منتخب الشباب الكابتن وائل مسافر بطوله شمال افريقيا. صحيح. في 3 4 لعيبه منتخب الشباب زعلوك وكباكا كانوا في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، فان شاء الله يعني البقيه الموجوده مارسيل كولر يجهز ويبقى بدايه قويه ان شاء الله في دوري المجموعات. الحاجه برده كابتن اللي اتكلمت عليها الصحافه برده بعد الماتش ان مودست ثالث لاعب فرنسي يسجل في الدوري المصري. كان قبليه مالودا مع وادي دجله، وفي كريس جادي لاعب بتروجيت سجل هدف ومالودا سجل 3 اهداف، وده يعتبر الهدف الخامس الفرنسي في الدوري الممتاز. برضه في حاجه ثانيه كابتن الناس اتكلمت عليها الارقام بتاعه مارسيل كولر، ان هو النهارده للاسف لعيبه النادي الاهلي فشلوا ان هم يقدموا هديه كويسه لمارسيل كولر في عيد ميلاده. يعني برضه كان من الحاجات اللي هي الناس اتكلمت عليها ان هو يعني كان الشوط الثاني تحديدا الجزء الاخير من الشوط الثاني كانت لعيبه النادي الاهلي اقوى هجوميا وكان عندها شراسه هجوميه، ولو النادي الاهلي كان بدا الشوط الثاني زي ما حضرتك اتكلمتوا بنفس التشكيل اللي هو انهى بيه المباراه كان ممكن النتيجه تتغير وتبقى في صالح النادي الاهلي. لكن عامه برضو احصائيه كابتن مارسيل كولر في الموسم اللي فات اول 5 ماتشات برغم فوزه 5 ماتشات متتاليه الا ان الحصيله التهديفيه بتاعته كانت 10 اهداف فقط واستقبل هدفين. السنه دي لعب 5 ماتشات منهم فقدان النقطتين الا ان النزعه الهجوميه بتاعت لعيبه الاهلي كانت اقوى. سجلوا 12 هدف والنادي الاهلي حتى الان اقوى خط هجوم وصاحب اقوى خط دفاع. خط اقوى هجوم بالتساوي مع الزمالك 12 هدف، بس الزمالك عنده ماتش زياده. بالظبط. وكمان معظم الاهداف اللي جابها الزمالك كان منها 5 في ماتش سموحه، يعتبر نص الاهداف في ماتش واحد. أيوة. فان شاء الله الفتره اللي جايه بعد فتره التوقف ان شاء الله النادي الاهلي عنده مستوى اعلى شويه من مستوى الدوري. صحيح. وعنده مسابقات مش عايزين نقول اهم من مسابقه الدوري، بس الليفل فيها بيتغير أعلى. وطريقه الاعداد بيكون مختلف عن طريقه الاعداد الدوري. صحيح. والتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المباريات القادمه. وبرده كابتن مش عاوزين الناس تسود يعني بشكل اللي بتتكلم بشكل مش ايجابي عن النادي الاهلي، النادي الاهلي لحد الان متصدر المسابقه المتسابقه. صحيح. برغم ولسه يعني احنا بنتكلم لسه في الاسبوع الخامس. مظبوط. ولسه عندنا ماتش مؤجل، فان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله قادم افضل ان شاء الله، تحسن ان شاء الله في الاداء والنتائج كمان باذن الله، وتستمر ان شاء الله النتائج كويسه ان شاء الله. شكرا لك كابتن علي. شكرا جزيلا يا محمد، شرفتنا. وزي ما قال محمد وختم القادم افضل ان شاء الله، والقادم بداية من دور المجموعات بإذن الله. في النهاية أعزائي المشاهدين بنصل لنهاية مباراة الأهلي والجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ورغم فقدان النادي الأهلي النقطتين إلا أنه اعتلى الصدارة مرة أخرى. كل التوفيق للنادي الأهلي الفترة القادمة إن شاء الله، وبشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهاردة، كابتن ماهر همام شكرا يا كابتن، شرفتنا. شكرا حبيبي. كابتن اسامة عرب شرفتني يا كابتن، شكرا دايما بالتوفيق للنادي الاهلي وبالتوفيق ايضا لمنتخب مصر في الماتش ان شاء الله. كابتن شريف عبد المنعم شكرا يا كابتن، شرفتني. اشكرك كابتن، والفتره الجايه في الراحه اللي احنا فيها دي تكون عوده المصابين باذن الله يا رب، والسكواد يكمل على اجمل خير باذن الله رب. كابتن علي عبد الرحمن شكرا يا كابتن، شرفتني. اشكرك. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى ورقه تحيه.